بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي تاريخ عظيم، تاريخ من البطولات، الأهلي تاريخ من الأمجاد، وتاريخ من المواقف الوطنية والمبادئ، تاريخ من احترام الجميع فاحترموا الجميع. الأهلي أجيال بتسلم بعض، أجيال بتسلم بعض. الحقيقة بما أننا بنتعلم من الأجيال السابقة، فأول شيء تعلمناه عندما تنتهي مباراة تقفل الصفحة وتفكر في المباراة القادمة، عندما تنتهي بطولة تقفل المباراة أو تقفل البطولة وتنظر للبطولة اللي بعدها، لأن الجمهور جمهور النادي الأهلي الكبير والعظيم والمتواجد في كل مكان، 70-80 مليون أهلاوي جوه مصر بس، بيفرحوا ويتبسطوا زيهم زي ما بيحصل في النادي الأهلي، بيفرحوا بيتبسطوا هو يوم المباراة، مهما كنت بتلعب مين فين أو في أي بطولة. يعني كسبت فريق بيراميدز، فريق جيد، فريق عنده بعض المناوشات دائما مع النادي الأهلي، ولكن في النهاية مباراة بثلاثة نقاط استطاع أن يفوز فيها النادي الأهلي. اقفل وفكر في اللي بعده. مباشرة بدأنا الاستعداد لمواجهة إنبي، بدأنا يعني الفريق بدأ، والإعلام النادي الأهلي هيبدأ بهذا الشكل. عندنا الشهر الجاي جدول مضغوط ما بين مباريات، أو الشهر ده أنا آسف اللي هو شهر يناير، جدول مضغوط ما بين مباريات الدوري ومباريات الكأس، قبل كأس مصر طبعا، قبل مشاركة كأس العالم للأندية. ولكن أي حد بيلعب في النادي الأهلي لازم يبقى عارف إن ده قدره. محدش يجي يقول لي اصل انا مضغوط، اصل انا نفسيا، ولا حضرتك موجود في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي 70-80 مليون اهلاوي بيقفوا في ظهرك، علشان هو ده الوضع اللي بيلعب فيه النادي الاهلي. عشان كده لعيبه النادي الاهلي دايما بيكونوا على قدر المسؤوليه تجاه جماهيرهم مهما كانت الظروف. وانا قلت الكلام ده امبارح، ايد واحده، كلنا بنفضل ايد واحده. المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، وانا النهارده برضو لما باجي اتكلم مع حضراتكم انا بتكلم بمعلومه. ليه؟ لان انا كلمت معظم اللاعبين، قال لي يا كابتن احنا الجمهور ده على دماغنا، اللي عمله الجمهور ده هو اللي رجعنا بشكل رائع، وخلانا لو بنؤدي بنسبه 70-80% عايزين نوصل ل100%. عشان كده روح الفانيلا الحمراء رجعت، واجتهاد اللاعبين وجهازهم الفني متواجد دائما، ولكن زودوا روح الفانيلا الحمراء. الطبيعي ان دور جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين ده، ولكن اللي مش طبيعي ان انت في مثل هذه الظروف الصعبه. يا عم اسلام، هو انت بتعتبر التعادل مباراتين في 10 مباريات ولا في 11 مباراه ده ظروف صعبه بالنسبه لنا كنادي اهلي وبالنسبه لهذا الجمهور العظيم؟ ظروف صعبه. احنا ما بنطلعش نولول، ما بنطلعش نشتم في الناس، ما بنطلعش نقول احنا، لا ما بنعملش كده، ما بنهددش حكام. احنا هذا البرنامج من اكثر البرامج انتقاد، البرامج انتقادا للحكام، ولكن اداء الحكام دون التقليل من شخصياتهم. الحكام دي عندها اهل وعندها قرايب وعندها، هتكلم في هذا الموضوع بعدين. لكن الجمهور المحترم اللي بيشجع فريقه وواقف ورا فريقه هو ده السبب الرئيسي الدائم في سر وروح الفانيلا الحمر. جمهور يحرك الصخر زي ما بيقول. مش عايز اقعد اشرح لحضراتكم واحكي لكم واقول لكم انا اصل انا لما كنت بلعب، لا 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 لا، الوضع كمان دلوقتي مختلف، ان احنا لازم كلنا نبقى في ظهر بعض، لازم كلنا جمهور واداره ولاعبين وجهاز فني كلنا نبقى واقفين مع بعض، حتى لو كان هناك بعض الاخفاقات. أنا مش بقول كده علشان أنا كسبان ولا عشان أنا أول الدوري ولا الكلام ده كله إطلاقا. الدوري بالمناسبة لسه بدري جدا جدا على الدوري المصري، محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. النادي الأهلي بيحاول، ولاعيبة النادي الأهلي وإدارته، اللي أنا قلت لكم إن أنا عندي معلومات بتقول إن هناك صفقات قادمة إن شاء الله هنشوفها عندما يتم الإعلان عنها. إدارة النادي الأهلي وجمهوره قبل أي حد، وإدارته ولاعبيه وأجهازه الفني بيبذلوا اقصى مجهود عشان ياخدوا كل البطولات، ولكن ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. ما تعرفش ان انت مثلا
أندية أخرى يطلعوا يهددوا حكام ويقول لك أصل مش عارف إيه وهنطلعه إزاي وهنعمل إيه والكلام ده كله، ده كله عشان يأثر على الحكام خلال الفترة اللي جاية. خلي بالكم، إحنا هتقول لي ما أنت أنا بنتقد أداء، ولكن عمري ما أغلط في شخصيات. كابتن عصام عبد الفتاح أنا بنتقد أداءه، ولكن كل مرة أقول لحضراتكم إيه؟ كابتن عصام شخصية محترمة، شخصية تستحق الاحترام، ولكن أداؤه في رئاسة لجنة الحكام السنة اللي فاتت لم يكن جيدا، واللي قبلها. فأنت إزاي تضغط على التحكيم زي ما حضرتك شايف كده اللي بتسمعه اليومين اللي امبارح، عمالين نسمع حاجات غريبة جدا، لكن في النهاية أنا مش فارق، ماليش دعوة، ماليش دعوة بحاجة. لكن أقصد إنه لا يصح إلا الصحيح، عندما يكون هناك انتقاد إحنا بنطلع ننتقد أداء الحكام، بنوري لحضراتكم صورة صوت وصورة. احنا الكره دي ركله جزاء، لماذا لم يتم احتسابها؟ يا جماعه احسبوها، يا جماعه حققوا العداله، يا جماعه اعملوا مش عارف ايه، يا جماعه يا جماعه يا جماعه كحكام يعني. لكن عمرنا ما بنطلع نقول كلام لا يصح على التحكيم. حكامنا المصريين كشخصيات كلهم اصدقائنا وكلهم اخواتنا وكلهم، ولكن اذا كنا بنتكلم فبنتكلم، فممكن واحد يقول لك انا ما بيعجبنيش اسلام، عادي جدا، هو حر، ده اداء هو لكن هل ده معناه ان انا اكرهه؟ لا ابدا، بالعكس. انا بقى كحكم، لو انا حكم يعني بعمل ايه؟ بشوف ايه هي الاخطاء واحاول ان انا اصلحها. لكن ان حد يغلط في شخصيات حكام عيب، عيب. هتكلم لسه برضه في هذا الامر، لكن مره تانية حضراتكم السبب الرئيسي. وهتقول لي انت كل شويه تتكلم عن الجمهور، ايوه يا فندم، امال هتكلم عن مين؟ العنصر الوحيد في هذه المنظومه الكبيره جدا اللي بيدفع من جيبه علشان يروح يتفرج على شعار نادي، وبيروح يتعرق وبيروح يتفرج على فريقه، بيحب فريقه وبيشجع فريقه لغايه اخر ثانيه، فلازم اقعد اتكلم عليهم كل يوم. انا المفروض وجهه نظري ان كل البرامج تتكلم عن جمهور النادي الاهلي واللي بيعمله جمهور النادي الاهلي يوميا، سواء في انتقاد، سواء في وقفه، لانه في وقت الجد لا، بتلاقي جمهور النادي الاهلي غير. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بدون الخروج عن النص ممكن ينتقد، ممكن يعمل، لكن بدون خروج عن النص. وخلي بال حضراتكم، انا اتعلمت من جمهور النادي الاهلي هذه الامور، وهفضل اقولها كل شويه واكررها كل شويه، ان جمهور الاهلي بيعرف امتى ينتقد وامتى يتوقف عن الانتقاد. لان برضه في نفس الجانب الاخر، عندما تنظر تجد ان هناك اداره واعيه عارفه كويس جدا 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 ايه اللي بيحصل، وعارفة متطلبات الفريق. خلي بال حضرتك، لما بيكون عندك أخطاء أنت ما عندكش يعني، المسؤول عن كرة القدم شاف الأمور دي كتير جدا، واللي مسؤولين عن كرة القدم عارفين ولعبوا في النادي الأهلي مواسم طويلة جدا، وعارفين متطلبات الجمهور إيه. فلو في حاجة غلط بتتصلح، وبتتصلح بسرعة، وهو ده المهم، وهو ده اللي بيخلي جمهور النادي الأهلي دايما واثق في إدارته، لأنه في النهاية بحاول على قد ما أقدر أشوف أو أحط فكر معين، لقيت الفكر ده فيه حاجة غلط أغير على طول، لو لقيت فيه حاجة غلط أغير. وبداية التغيير هي ده نجاح بالمناسبة يعني. ف زي ما حضراتكم شايفين كده، هنفضل في ظهر فريقنا. مباراة بيراميدز اقفل خلاص، انتهت، مش هنفكر فيها ومش هنتكلم فيها تاني. ثلاث نقاط اتضافوا على رصيد النادي الاهلي، عندنا ثلاث نقاط في المباراة اللي جاية، مباراة انبي ان شاء الله، ثلاث نقاط مهمين جدا. وكالعادة حضراتكم هيكون السبب الرئيسي ان شاء الله، في حالة ان شاء الله فزنا بهذا الدوري هذا الموسم، هفكر حضراتكم بالكلام اللي أنا قلته ده، أن جمهور النادي الأهلي سيكون العامل الرئيسي كالعادة في فوز
النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بالدوري العام اذا قدر ربنا كده ان شاء الله. يعني خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن جمهور النادي الاهلي، عن احلى حاجه في هذه المنظومه وهو جمهور النادي الاهلي. الحقيقه قبل برضو ما اتكلم مع حضراتكم، انا النهارده عندي درس في المنطق. في المنطق؟ اه في المنطق. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي، ولكن خليني الاول اقول للاعيبه النادي الاهلي، كلنا في ظهركم، كلنا هنفضل واقفين معاكم. اللي جاي اصعب من اللي فات، اللي جاي اصعب من اللي فات. الخمس او الاربع خمس مباريات القادمه ومن بعدهم كاس العالم، انت بتمثل بلدك مهما قال اي حد تاني، بتمثل بلدك وبتمثل قارتك. فالفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، كلنا هنقف في ظهركم، وكلنا ومتاكدين وعارفين وننتظر منكم المزيد خلال الفتره اللي جايه. محدش ابدا يقدر يقول ان هؤلاء اللاعبين، محدش يقدر يقول عليهم غير ابطال. انا هفضل اقول هذا الكلام. اللعيبه دي ابطال، وياما جابت بطولات خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، ولسه هيجيبوا بطولات تانيه خلال الفتره اللي جايه. فهنفضل واقفين في ظهركم، لانه مباراه امبي مباراه مفصليه ومباراه صعبه جدا جدا جدا. امبي المباراه اللي فاتت كسب نادي الاتحاد السكندري في الاتحاد في اسكندريه 2-1 او 2-0. فهذه المباراه مباراه صعبه، بعدها هتلاعب النادي المصري بالحاله اللي فيها النادي المصري وكابتن حسام، حضراتكم عارفين بتبقى هذه المباراه صعبه ازاي. بعدها مباراه سموحه في كاس مصر في الدور قبل النهائي في كاس مصر، بعدها مباراه الزمالك، بعدها مباراه البنك الاهلي. ننتظر منكم الفتره دي 15 نقطه، خمس مباريات في ثلاث نقاط، خمس مباريات في الدوري ننتظرها منكم ب 15 نقطه والوصول الى المباراه النهائيه في الكاس، وبعد كده لكل حدث حديث نشوف هيحصل ايه. ولكن ما تنسوش هنفضل كجمهور وكاعلاميين وكاعلام النادي الاهلي واقفين في ظهركم زي ما كنا واقفين خلال الاسبوعين ثلاثه الاربعه او الشهر اللي فات بالكامل، ودايما طول عمر جمهور النادي الاهلي بيقف ورا لعيبته. انا بس حبيت ان انا اقول هذه الرساله للتاكيد على دور الجمهور ودور اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره اللي جايه. درس في المنطق. يعني ايه درس في المنطق يا عم اسلام؟ امبارح الحقيقه كان في لقطه غريبه كشفها او كشف تفاصيلها كابتن محمد سعد مدرب نادي اسوان بعد انتهاء لقاء نادي الزمالك او نادي اسوان ونادي الزمالك. توجه الاثنين مدربين الحقيقه الكابتن ايمن الرمادي وجوزوالدو فيريرا لمصافحه بعضهم، كل واحد فيهم رايح يسلم على الثاني. حسب ما صرح كابتن محمد سعد مساعد كابتن ايمن الرمادي، قال ان فيريرا قال لكابتن او مستر فيريرا قال لكابتن ايمن الرمادي انا منتظر منك نفس الاداء ده قدام النادي الاهلي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم يعني ايه منتظر منه نفس هذا الاداء امام النادي الاهلي. طيب بمناسبه الموقف ده، عشان كده انا بقول في درس في المنطق. منطق وبدهيات الاشياء. المنطق في الدوري في مصر بيقول ان الدوري المصري انطلق سنه 1948. احنا سنه كام؟ 2023. الاهلي فاز كم مره بالبطوله؟ 42 مره. يعني كل الارقام القياسيه في الدوري تقريبا باسم النادي الاهلي. المنطق بيقول برضه ان اي مدرب بيشتغل في الدوري المصري بيتفرج على المنافسين وماتشاتهم، صح؟ والمنطق ايضا بيقول ان جدول الدوري فيه 18 فريق، اولهم والمتصدر والبطل التاريخي لهذه المسابقه النادي الاهلي، وبعده 17 نادي مع كامل التقدير. يعني دي ارقام. ال 17 نادي اللي بعد النادي الاهلي بيعتبروا التعادل مع النادي الاهلي بطوله خاصه، مش الفوز، مش بس الفوز على النادي الاهلي، ولكن مجرد التعادل مع النادي الاهلي البطل التاريخي بالنسبه لل 17 فريق في الدوري
بطولة وفرحة خاصة. الفرق بين النادي الأهلي وأي نادي تاني إن النادي الأهلي ما عندوش عقدة من حد، كسب كل المنافسين على مر التاريخ من سنة 48 لغاية دلوقتي وبنتائج تاريخية وكبيرة. لفلك لفة كده على جدول الدوري من سنة 48 ولحد النهاردة وراجع نتائج الأهلي. في ناس كسبناها 7، في ناس كسبناها 6، وفي ناس كسبناها بأرقام أخرى. أي فريق في الدوري بيحاول دايما يكسب النادي الأهلي، وده تنافس طبيعي على فكرة. يعني أنا ساعات بقولها بطريقة كوميدية شوية، أنا كنت بلعب ضد النادي الأهلي، فلما كنت بلعب ضد النادي الأهلي كنت بزود الجل. كنا بنقول لبعض كده، لعيبة كانت بتقول لبعض كده، زودوا الجيل يا جماعة علشان النهاردة أنت هتلعب النادي الأهلي. ف مصر كلها هتتفرج عليك. مصر كلها هتتفرج عليك، فزود الجيل وظبط شعرك وكده، ويعني الدنيا تبقى لطيفة. أنا بقولها بطريقة يعني دي طريقة لطيفة يعني. فالفرق واضح. الأهلي لما يكسب أي فريق من ال 17 في الدوري، وزي ما قلت لحضراتكم ولسه زي ما كنت بقول من 3 ثواني ان الماتش خلاص انتهى، 3 نقاط من 34 ماتش. بحاول اكسب طبعا ال 34 ماتش، لكن اي فريق بيتعادل او بيفوز على نادي الاهلي بيعتبر انها بطوله. ده الفرق، ده اللي هيفضل موجود تاريخيا بين النادي الاهلي واي منافس تاني انا بلعب معاه. أنا بكسب وبجمع نقاط كنادي أهلي عشان أفوز بالدوري واحتفل بالبطولة، لكن أي فريق تاني مجرد فوزه على نادي الأهلي ده بطولة. فدايما النادي الأهلي بيقابل ضغط كبير جدا وأداء استثنائي من الفرق الأخرى في الدوري، 17 فريق اللي في الدوري. فمش محتاج إن حد يوصي لحد أو يوصي على حد، لأن الكل بيدي زي ما قلت لكم بيزود الجل. والحقيقه انا شايف ان كل فريق محتاج ان هو يركز في نفسه، وكل واحد يخليه في نفسه وخلاص. فاتمنى ان الناس توصل لها هذه المعلومات التاريخيه. لو ما حدش عارفها ابقوا وصلوها، لان انا عارف ان الناس بتستنى انا بقول ايه وبعدين يطلعوا ايه. طيب نقطه تانية مهمه جدا، ودي اللي انا كنت بتكلم فيها لسه من شويه. لما تلاقي الأداء التحكيمي ابتدى يتعدل شوية بتعمل إيه؟ السنة اللي فاتت النادي الأهلي، أنا هتكلم عن النادي الأهلي برضو مش هتكلم على حد تاني، النادي الأهلي، النادي الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت بسبب بعض الأمور الفنية ليه والكلام الحلو اللي إحنا عارفينه ده وبنقعد نتكلم فيه، ولكن في نفس الوقت بسبب حاجة كبيرة جدا وهي الأداء التحكيمي الغير جيد. أنا بحاول أوصف على قد تقاليدنا وعاداتنا في النادي الأهلي. يعني إن النادي الأهلي خسر الدوري السنة اللي فاتت بأشياء كثيرة، ولكن الشيء الأكبر هو الأداء التحكيمي الغير جيد. جون ما يتحسبش جون، ضربة جزاء واضحة وصريحة ما تتحسبش ضربة جزاء واضحة وصريحة، طرد، واستعرضت لحضراتكم الأخطاء على الهواء مباشرة، وعدد النقاط اللي خسرناها السنة اللي فاتت أنا ممكن أعملها تاني ما عنديش مشكلة، ولكن في النهاية زي ما قلت أنا بنتقد أداء حكم، ما بنتقدش شخصية حكم. قلت لحضراتكم إن أنا بقى أساند تجربة الخبير الأجنبي ده أكيد، لكن في نفس الإطار انتقاد أداء مهما كان الخبير ده ولا مهما كان مين بشكل مهني ومحترم. فالاعتداء على الحكام أمر غير مقبول، الاعتداء على الحكام امر غير مقبول، وخروجهم بهذا الشكل من بعض المباريات اللي بتتلعب ايضا امر غير مقبول. صوره زي دي مش عايز اشوفها في اي مباراه، انا ما اعرفش ده ماتش ايه، لكن الحكام يخرجوا بهذه الطريقه وبهذا الشكل حتى لو انتقدناهم في البيت الكبير، لكن لا نقبل اي تعدي على حكم سواء بهذا المنظر أو باللفظ ولا باللمس ولا باللفظ، سواء مصري أو أجنبي.
شيء مشين، وهذا الشيء أو هذا المنظر يسيء للرياضة المصرية. عايز تضغط على الحكام لمجرد ان انت تضغط علشان هناك بعض الأندية ابتدت تخسر نقاط. بالمناسبة لسه بدري، لسه بدري. اللي بيفهم كرة قدم، وانا هنا بقى اخاطب جمهور النادي الاهلي، اللي بيفهم كرة قدم زي جمهور الاهلي كده هيبقى فاهم ان لسه بدري، ممكن انتقد عشان اصحح ولكن هقف مع فريقي وكل حاجه زي ما عملت، زي ما بيعمل جمهور النادي الاهلي كالعاده. لكن ان انا اشتم واعمل وبتاع لمجرد ان انا بضغط عشان الحكام ترجع تديني ضربات جزاء وترجع تديني بتاع والكلام ده كله، نتمنى ان يكون هناك من لجنه المسابقات واتحاد كره القدم، مش عارف موقفهم ايه الحقيقه بعد اللي اتقال، معرفش، ماليش دعوه. اتمنى ان هم يكون لهم، انا بتكلم هنا على موقف حصل في الدوري العام المصري، لانه يجب ان يكون هناك موقف واضح لمنع تكرار مثل هذه الاحداث. على فكره ده مش شغف، هات الصوره تاني اللي احنا شفناه ده، محدش يقول لي ده شغف. امسك يعني، انا امسك البتاعه دي دلوقتي وارميها على حد يبقى ده شغف؟ يبقى حماس ولا ايه؟ في فيديوهات، انا يعني اتكلمت في الموضوع ده بالراحه امبارح والنهارده. انا يهمني الشكل العام لكره القدم المصريه وحمايه التحكيم المصري. انتقد اداء زي ما انت عايز، ولكن ليهم حق ان هم يخرجوا في امان ويديروا مبارياتهم في امان مهما كانت الظروف. عندهم اخطاء، كل الحكام عندهم اخطاء، وبننتقدهم بشده، بننتقد ادائهم بشده في هذا البرنامج بالمناسبه. ولكن حتى الحكم اللي لعب امبارح وحكم كاس العالم له اخطاء وقلناها، ولكن هل احنا قلنا ايه بولندا دي وايه الحكم ده وايه؟ ما قلناش الكلام ده وما لناش علاقه، عمرنا ما بنقول الكلام ده، لكن بننتقد حاجة عملها التحكيم. فيجب أن يكون هناك وقفة حاسمة من عفوا من لجنة المسابقات ومن رابطة الأندية. أنا ما أعرفش الحكام، الحكام تبع الأندية، بس يعني يجب أن يكون هناك وقفة من كل الوسط الرياضي على اللي بيحصل ده. انتقد أداء حكام. ما هو على فكرة السنة اللي فاتت 17 نادي من ال 18 نادي مش عاجبهم أداء التحكيم فبيبعت جوابات، لكن ما شفناش إن في حد طالع يعمل كذا ولا كذا ولا كذا، لأن التحكيم كان ماشي في نفس الاتجاه اللي هم عايزينه أو اللي حد معين عايزه. فخلينا نقف في ظهر أو نحمي حكامنا وننتقد أدائهم. حد هيقعد يقول لي يا اسلام هو انت بتقول حاجه؟ لا انا ما بقولش حاجه عكس، والله ما بقول حاجه عكس. انا بالمناسبه انا ممكن انتقد اداء حكام بكره او في المباراه اللي جايه، ولكن بنتقد اداء وليس اشخاص. اتمنى ان يكون هناك وقفه حاسمه في هذا الامر، لانه اللي بيحصل ده عيب، عيب وحرام. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن أخبارنا، أخبار البيت الجديد. الحقيقة قبل ما أروح للأخبار، الحقيقة عايز أطمن حضراتكم في أمر مهم جدا جدا جدا، وأوريكم إيه اللي أوري حضراتكم إيه اللي بيحصل بالظبط في مقر النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة. يمكن اللي حضراتكم هتشوفوه ده محدش كان يتوقع إنه بيحصل، لكن في مصر الجديدة أو في الجمهورية الجديدة ده الواقع اللي بيحصل النهاردة. النهاردة كان في متابعة معتادة الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لأعمال الانتهاء من كل تفاصيل المقر الجديد بالقاهرة الجديدة. وكان متواجد سيادة الوزير نائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق، والعميد احمد النحاس مدير المقر. زي ما حضراتكم شايفين
الحقيقة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة دي صور أو فيديوهات للنهاردة الصبح. كان هناك بعض الطلبات اللي طلبها، بعض الطلبات الرسمية اللي طلبها النادي الأهلي ليست بداخل النادي ولكن خارج أسوار النادي. كل الطرق المؤدية للنادي الأهلي سواء البوابة الأمامية أو الخلفية. اللي معانا دلوقتي دي البوابة الخلفية للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. ده كان النهاردة الصبح، مش بقول لحضراتكم من شهر ولا لا، ده كان النهاردة الصبح بيتم تمهيد كل الطرق علشان كل اللي عايزين يجوا ورفع كفاءة هذه المنطقة. كل أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين أو اللي عايزين يتواجدوا داخل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لما هيروحوا يلاقوا كل حاجة جاهزة، مش جوه النادي بس، كمان بره النادي زي ما حضرتك شايف. جوه النادي، النادي انتهى تقريبا من 90-95% من كل الأمور الداخلية، ولكن حتى حوالين النادي. وفي آخر كلامي أنا هعرض لحضراتكم صور جديدة من جوه الفرع، ولكن الحقيقة شكر دائم لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل حاجة بتحصل جوه النادي وبره. يعني الناس مش سايبة، قالت لك أنا خلصت النادي جوه أو بخلص في النادي جوه خلاص وقريب جدا سيتم الافتتاح، لا، قال لك كمان حوالين النادي إيه اللي بيحصل حوالين النادي. فالحقيقة كان هناك اجتماع النهاردة ما بين الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والمهندس أمين غنيم. الاسم ده اسم من الأسماء المهمة جدا جدا، المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية. الحقيقة المهندس أمين وكل المهندسين اللي شغالين هناك وكل الناس اللي شغالة هناك الحقيقة بتؤدي دورها على أكمل وجه، على أكمل وجه. النهاردة كان هناك اجتماع الساعة 11 الصبح، الساعة 1 بعد ما الاجتماع انتهى خرجوا من الاجتماع الساعة 1 الوزير العمري والعميد أحمد النحاس مدير المقر بعد الاتفاق مع المهندس أمين غنيم ادى توجيهاته ان كل المعدات تروح وتشتغل من اول يوم بعد الاجتماع على طول. كمان البوابة الرئيسية كان الشغل في المنطقة المحيطة بيها على قدم وساق زي ما بيقولوا يعني، وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده. الفيديو من امام البوابة الرئيسية لفرع التجمع أو لمقر النادي الأهلي في التجمع قبل الرصف. ده قبل، ده من زمان، ده من فترة طويلة. طب شوفوا إيه اللي حصل. هنوري حضراتكم دلوقتي صور بعد ما الفيديو ده يخلص، هنوري لحضراتكم صور لإيه الفرق بقى. هنا زي ما حضرتك شايف. اتفضل. ده الشغل النهارده. مش مثلا من شهر ولا لا يا فندم، دي الشوارع اللي قدام البوابة الرئيسية لمقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة زي ما حضرتك شايف. العمل دائما يعني عشان أعضاء الجمعية العمومية يكونوا مستريحين سواء هم جايين أو هم قاعدين جوه النادي. الحقيقة مجهود كبير جدا وتعاون مثمر ما بين النادي الأهلي وجهاز القاهرة الجديدة برئاسة المهندس أمين غنيم على التعاون ده الحقيقة لرفع كفاءة البوابة الرئيسية اللي أمام حضراتكم. دي البوابة الرئيسية اهو اللي بيترصف قدامها، ده الشارع اللي قدام البوابة الرئيسية وده نسر النادي الأهلي اللي متواجد على كل البوابات. ده أنا بس حبيت أوري لحضراتكم هو إيه اللي بيحصل خارج مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة. طيب هو إيه اللي بيحصل جوه المقر؟ خلينا نطلع برضو أو نشوف هذه الصور، ودي صور برضو النهاردة الصبح، أحدث صور متاخدة من جوه مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة. أول مقر يكون لي أو في أكوا بارك أو منطقة ألعاب مائية يعني جنب منطقة ألعاب الأطفال لأول مرة في الأندية المصرية. الحقيقة مقر على مستوى عالمي،
على مستوى عالمي. فحاجة جميلة جدا جدا. أنا دايما بحب أعرض مثل هذه الأمور عشان أفتخر إن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير والعريق. ده لأعضاء الجمعية العمومية، ولكن أيضا لأعضاء الجمعية العامة. حضرتك يجب أن تفتخر بوجود مجلس إدارة استطاع أن هو يعمل هذا الشكل الرائع، مش لنفسه، ده للاسم النادي الأهلي، لاسم النادي الأهلي. فشكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الشغل الكبير جدا جدا، سواء على الناحية الإنشائية زي ما حضراتكم شايفين، أو إن شاء الله بقى خلال الأيام القادمة تعرفوا الكلام اللي بيحصل في الناحية الرياضية وفي كرة القدم تحديدا اللي بيحصل. وأيضا أنا بشكر المهندس أمين غنيم على التعاون الدائم للنادي مع النادي الأهلي في كل الأمور اللي بتصب دائما في مصلحة البنية التحتية الرياضية لمصر وللنادي الأهلي من خلال وجودها في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. فدي أحدث الصور اللي موجودة لمقر النادي الأهلي في التجمع أو في القاهرة الجديدة. إن شاء الله اللي هيكون قريبا جدا بتفصلنا إن شاء الله أوقات قليلة للإعلان عن افتتاح هذا المقر. طيب خلينا نروح لأخبار سريعة جدا، خلينا ناخد الأخبار بسرعة يا شباب. الأهلي بيستأنف تدريبات استعدادا لمباراة إمبي، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد. خليني أقول لحضراتكم إنه كابتن سيد عبد الحفيظ قال إن الأشعة التي أجراها كريم فؤاد لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة، وأوضح مدير الكرة أن اللاعب حصل على راحة اليوم وسوف يبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي المحدد له بدءا من غد الأربعاء. وغادر كريم فؤاد طبعا مباراة بيراميدز زي ما حضراتكم شفتوا بعد إصابته. أيضا هناك تدريبات منفردة لحمدي فتحي وعبد المنعم، ويعني قال إن هم كابتن سيد قال إن الكابتن محمد عبد المنعم وكابتن حمدي فتحي هيخضعوا لفحص طبي قبل مران بكرة إن شاء الله لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة إنبي القادمة. وأيضا طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل إن شاء الله يعود قريبا، وثلاثي الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم، أكرم توفيق ومصطفى شوبير ومعاهم دكتور أحمد أبو عبلة، كانوا متواجدين في النمسا ورجعوا بألف ألف سلامة وإن شاء الله يبقوا زي الفل. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين عندنا مشكلة كبيرة جدا في المباراة القادمة، عندنا عدد كبير حتى الآن عدد كبير من الغيابات في مباراة إنبي بسبب الإصابات. وده الراجل عشان كده لما الناس كانت بتسأل، دي طبعا صورة الكابتن أكرم توفيق وكابتن مصطفى شوبير إن شاء الله يرجعوا لنا بألف سلامة سواء مصطفى أو أكرم عفوا، ومعهم دكتور أحمد أبو عبلة إن شاء الله يرجعوا بألف ألف سلامة ويعودوا للملاعب في أسرع وقت. كنت بقول لحضراتكم إنه طيب الجبلاية تقرر منع القيد لأي نادي مديون للأندية وللجبلاية. ماشي ماشي، هنشوف الموضوع ده برضو لأنه موضوع مهم جدا. وكلاتنبرج بيطلب مترجما للتواصل مع الحكام بعد رحيل كابتن تامر دري. هناقش الكلام ده في الفقرة الثانية إن شاء الله مع ضيوفنا، ولكن خلينا نروح لفقرتنا النهاردة من صنع في الأهلي. النهاردة معانا الكابتن حسام شعراوي نجم النادي الأهلي السابق للكرة الطائرة، بدأ مع النادي الأهلي عام 1997 واعتزل 2011 وحقق العديد من البطولات، تقريبا 32 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولة أفريقية وبطولة عربية. الآن كابتن حسام هو مدرب للكرة الطائرة في النادي الأهلي منذ 2018. كابتن حسام هو ضيفنا النهارده في صنع في الأهلي، كابتن حسام شعراوي هو ضيفنا النهارده في صنع في الأهلي. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. والله يعني أنا بدأت الكرة الطائرة في النادي الأهلي على طول، يعني أنا من ناشئين النادي الأهلي.
اتربيت في النادي من سنة 97 لغاية لما خرجت من الدرجة الأولى سنة 2011. الحمد لله الفترة دي كلها كانت بالنسبة لي حلم كبير، وكنت مبسوط جدا إن أنا جوه النادي الأهلي اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا. يمكن أكتر حاجة الإصرار والعزيمة والمكسب دايما، إن أنا لازم أحارب على المكسب. الذكريات كتيرة قوي، يعني في ذكريات كتيرة في مرحلة الناشئين ومرحلة الفريق الأول. يمكن أكتر حاجة بتعلق في دماغي مثلا في مرحلة الناشئين، كان عندي بطولة صعبة في بطولة ال 17 سنة، كنا بنلعب بالزمالك وبنلعب بالشمس، وكانت بطولة صعبة جدا. كنا احنا نخسر من الشمس والزمالك يكسب، الزمالك يكسب الشمس واحنا نخسر من الشمس، يعني البطولة كانت صعبة جدا. الحمد لله في الآخر قدرنا نحققها، دي كانت من البطولات الصعبة جدا في النادي. وطبعا في طبعا ذكريات برضه في الدرجة الأولى، في بطولات كانت صعبة وفي بطولات كانت سهلة. الحمد لله يعني الواحد خارج بكمية ذكريات كبيرة قوي الحمد لله. أصعب بطولة يعني اللي دايما معلقة في بالي البطولة العربية، كانت في سوريا، كانت سنة 2005 تقريبا أو 2006. كان معانا نادي الزمالك وكان معانا الهلال السعودي، كانوا بيلعبوا مع بعض قبل النهائي، والفرقتين مش عايزين يكسبوا علشان ما يقابلوناش، كان اللي هيكسب هيقابلنا قبل النهائي، كان في دور الثمانية. الفرقتين مش عايزين يكسبوا، الفرقتين نازلين يخسروا، لغاية لما الزمالك كسب في الآخر، يعني مدرب الهلال قدر يضحك عليه يعني، وكسب في الآخر وجالنا الزمالك في الدور قبل النهائي. الحمد لله كسبناها 3-2، كان ماتش صعب جدا جدا، ولعبنا الهلال في النهائي برضو كان مباراة صعبة. فيعني كمية المباريات الصعبة في البطولة دي بتخلي الواحد عمره ما ينساها. كل الفولي طبعا صحابي وزمايلي، كابتن أحمد صلاح، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن حمد الصافي، كابتن محمد مصلحي، في طبعا كابتن محمود الكومي وكابتن محمد السيد. يمكن الجيل بتاعي كان أحمد صلاح وعبد الله ومحمد السيد وكومي، وطبعا خالد إبراهيم الليبرو بتاعنا. يمكن احنا طالعين مع بعض كلنا جيل واحد نفس السن، هم الحمد لله لسه مستمرين ورافعين اسم النادي كويس. المواقف اللي حصلت بقى بينا دي مواقف كتيرة جدا. يعني في منها يتقال وفي منها ما يتقالش. احنا مع بعض من ساعة ما بدأنا فولي لغاية لما انا بطلت، وكملنا مع بعض في المنتخب فترة كبيرة حوالي 10 سنين. يمكن مثلا اكتر حاجة افتكرها ان لما دخلت النادي كان احمد صلاح هو اللي فعلا اللي علمني فولي. دي حاجة انا بعتز بيها جدا، ان احمد صلاح نفسه هو اللي بدأ يعلمني صوابع ويعلمني بجر، الحاجات الجميله ديت. المواقف برضو مع عبد الله، ان هو كان دايما انا وهو بنقرا بعض في الملعب، هيرفع لي الكوره امتى، مش هيرفع لي امتى، هيفند بيا مش هيفند بيا. فمن كتر ما احنا كنا بنقعد مع بعض كنا بنفهم بعض بمجرد النظر. فالحاجات دي طبعا في ذكرى في الواحد في دماغ الواحد ما يقدرش ينساها. يعني طموحاتي ان شاء الله الستر والصحه الحمد لله. وانا السنه دي بلعب بطوله الجمهوريه، الحمد لله كسبت بطوله منطقه القاهره. السنه دي عندي بطوله الجمهوريه، البطوله صعبه جدا، فيها كذا فرقه كويسه، فيها الشمس، فيها زمالك. ربنا يسهل كده ونقدر نحقق البطوله ديت. احنا يمكن نكون خسرناها السنه اللي فاتت، بس السنه دي عندي امل كبير ان احنا نكسبها ان شاء الله ونعوضها عن السنه اللي فاتت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ ازيك يا ابو كابتن، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. خليني الاول ابدا مع حضرتك، يعني كسبنا بيراميدز، ولكن احنا تعودنا دايما في النادي الاهلي غلق المباراه، فعايزين نتكلم عنها من الناحيه الفنيه يعني بسرعه. تمام. غلق المباراه والنظر للمباراه اللي بعد كده. طبعا مبروك على مباراه بيراميدز مفترق طرق، كانت مباراة مهمة جدا جدا في توقيت لا. يعني الحياة صعبة بعد فقد نقاط، وبعد فترة كان الحياة من الناس كلها غير راضية عن المستوى النادي الأهلي، وحتة إضاعة الأهداف وعدم التركيز. ويمكن كابتن إسلام أنا عملت مداخلة معاك ليلة الماتش صحيح اللي فات صحيح، وقعدنا ننتقد طبعا في اللعيبه، وقلنا جميع العناصر عملت الدور بتاعها، الجمهور عامل يعني دوره على اكمل وجه، وطبعا بان في مباراه بيراميدز يعني حاجه بصراحه رائعه تخلي الحجر ينطق. يعني مجلس اداره عامل دوره، اجهزه، كان فاضل اللعيبه وكلمنا. احنا عادتنا طبعا ان احنا لما يكون النادي الاهلي مش كويس بنقول ان هو مش كويس وبننتقد و و و انما الحقيقه مكاسب كتيره جدا
من مباراة بيراميدز. انطلاقة إن شاء الله نتمنى تبقى انطلاقة للي جاي الفترة القادمة. شفتك في الانترو بتتكلم على المباريات الخمسة اللي هي اللي جاية، أربعة الدوري والماتش كاس مصر، مرحلة مهمة جدا جدا. اللعيبة لما أصرت، يمكن أنا قلت إن النادي الأهلي طول عمره أنا نازل أكسب، يعني لازم أكسب طبعا، مش شيء في الله يعني. أنا عندي بس مش يعني في الحتة دي قبل ما ننتقل أو تكمل كلامك فيها، كيفية الانتقال بقى يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي كسبت مباراة وكل حاجة في الدوري ثلاث نقاط، أنا عندي الفترة اللي جاية خمس مباريات. صحيح، هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها، لأنه الخمس مباريات اللي جايين يا كابتن أنا بشوفهم خمس مباريات مفصليين طبعا، صعبين جدا. صحيح. أولا صحيح، كابتن طلعت يوسف مع إمبي المباراة القادمة، كابتن حسام حسن مع المصري، كابتن طارق العشري مع سموحة، مستر فيريرا مع نادي الزمالك، ثم الحرس، كابتن حلمي طولان مع البنك الأهلي، البنك الأهلي، وثم ثم الحرس. يعني مش عارفين هل المباراتين دول هيتلاقي اللي هيحصل فيهم، لكن أنا بتكلم على الترتيب اللي ماشي، كلها أسماء وكلها يعني كابتن طلعت خبرة كبيرة جدا 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 مع نادي إمبي، أول مباراة لعب راح كسب الاتحاد في اسكندرية. صحيح، المباراة الثانية كابتن حسام عامل نتائج جيدة مع النادي المصري، والكل يعلم وجود كابتن حسام والروح وغير الخطط الناحية التكتيكية والفنية، عنده أيضا روح كبيرة جدا. المباراة الثالثة سموحة وتعادل في الدوري، وبالتالي الكل ينظر أو ينتظر هذه المباراة. صحيح، عشان نرجع مرة ثانية مباراة الزمالك، وما أدراك ما مباراة الزمالك، والكل الأهلاوية بينتظروا هذه المباراة. صحيح، كمان كل الزملكاوية. على الجانب الآخر كابتن حلمي طولان برضه بعد نتائج متذبذبه مع البنك الاهلي مشي كابتن خالد وجه كابتن حلمي، فبالتالي عندك خمس مباريات الحقيقه وخمس اسماء مدربين. صحيح، يعني بسم الله ما شاء الله كلهم اسماء عظيمه وكبيره. طبعا هرجع برضو للمباراه، المكسب الحقيقي فيها هو اراده المكسب. نعم، من لعيبه النادي الاهلي. احنا اللعيبه دي اللي كان الجمهور زعلان منها او احنا زعلانين منهم، هم اللي لعبوا الماتشات اللي فاتت. حقيقي، بل بالعكس، الماتش اللي فات ماتش بيراميدز بيلعبوا مع فرقه بتنافس، فرقه مليانه لعيبه على مستوى عالي، انما الحقيقه لعيبه النادي الاهلي كانت مصره على المكسب، وكان باين من اول دقيقه الحقيقه. المكسب كمان ميزته انك بسته بونت، لانك بتلعب احد المنافسين معاك بتعطله، وخصوصا بعد خسارة المنافس التقليدي في نفس اليوم، فمكاسب كانت كتيرة الحقيقة امبارح. المكسب زي ما قلنا بيصدر الإحباط للأندية التانية، بيرجع الثقة، قلنا المكسب بيجيب مكسب. النادي الأهلي الحقيقة قدم مباراة كويسة، وأنا يعني كانت الناس متخوفة من ماتش بيراميدز، وكانوا بيسألوني قبل الماتش يا كابتن الماتش ده يعني إحنا خايفين. أنا بصراحة والله والكلام ده أكيد يعني قلته، قلت ان احنا هنكسب ماتش بيراميدز وهنكسب كويس بمعنى الكلمه. أيوة. ليه بقى؟ لان فرقه بيراميدز بتنافس وفرقه بتهاجم وما بتلعبش يعني مدافع وقافله الحته، لا بتهاجم وكده، عشان كده كان في مساحات قدر النادي الاهلي يقدر يجيب الثلاث اهداف. وبعدين في حاجه برضو تانية، لما النادي الاهلي واللعيبه بالتحديد بتجتهد، يعني عمرو السوليه، هل هو ده عمرو السوليه اللي كان الماتش اللي قبله واللي قبله؟ لا، المره دي مركز كويس قوي، فارق جدا جدا، والفرقه الحقيقه واضح انها كانت مركزه وعامله مجهود، بدليل ان ربنا اكرمهم. ويمكن شفنا احنا الجون الثالث. صحيح، يعني احنا كنا في الماتشات اللي قبلها فرص اسهل من دي بكتير، لكن دي وكانت دي بتخبط وتروح، فالكور دي ما بتجيش. ده ليه معنى يا كابتن؟ طبعا ما بتجيش من فراغ، الكور دي يعني كوره بتتلعب بالعرض تخبط وتروح، من الاجتهاد ومن الإصرار. وكل واحد مصر على أنه يكسب، وكل واحد مركز، وكل واحد فكر كويس قوي في المسؤولية اللي عليه، وفكر في جماهير النادي الأهلي اللي قاعدة بتشجع كالعادة من قبل الماتش وهي بتشجع لآخر دقيقة، ما استراحتش مثلا وبطلت تشجيع، وإحنا شايفين الجمهور أهو الكبير، يعني كلهم ما شاء الله شباب زي الورد، من قبل الماتش بيشجع، حتى الجون أولاني جون تاني هو عايز أكتر. صحيح، ومدي حافز للعيبة، لا عايزين يكسبوا سكور. وفعلا ربنا كرمهم بالجون الثالث، مكسب كبير، حاجة كويسة جدا جدا. شايف ان دي مباراة ان شاء الله تبقى يعني دفعة للمباريات القادمة. انت بتقول المباراة القادمة مباراة إمبي وبعدين المصري وبعدين كذا وبعدين كذا،
الفرق كلها كابتن اسلام قدام النادي الاهلي بتلعب ايوه بكل قوه وبتلعب باقصى طاقه وبتشوف يعني عناصر يعني تانيه خالص، غير يعني المقوله التقليديه ان احنا بنقول ايه الفرقه الفلانيه دي لو كانت بتلعب كده طول الدوري كان زمانها في حته تانيه. صحيح، واخد بالك؟ انما قدام النادي الاهلي غير. عشان كده هرجع معلش للتصريح اللي قاله طبعا مدرب نادي الزمالك، انا مستغرب انه مدرب اجنبي، انا عمري ما شفت مدرب اجنبي بيتكلم اللغه دي. اوكي، فواضح ان هو متاثر باللغه بتاعه المنافس، حتى اثرت فيه، اثروا فيه من اللغه اللي بيتكلموا بيها. مفيش مدرب في العالم يقول اصل انا اتمنى ان الفرقه دي تلعب قدام النادي الاهلي كده. طب ما تتكلم في نفسك، كلم الفرقه بتاعتك، بدل ما تقول الكلام ده انتقد الفرقه بتاعتك، شوف الاخطاء اللي كانت يعني انا بتكلم يعني، انما ما تجيبش سيره لحد تاني ويلعب قدام الكذا كذا. على فكره فيريرا من المدربين اللي يعني اللي انا بشوفهم جيدين جدا جدا. ما هو ده اللي انا مستغرب له، انه مدرب كبير وعنده خبرات كبيره جدا ومدرب محترم، انما التصريح ده يعني بصراحه ما كانش يعني فلت منه زي ما بيقولوا، غريب فلت منه او تاثر بالتصريحات اللي موجوده في الناحيه الثانيه يعني. فلا اللي بتحصل حواليه، انا مش عايز اوصي كابتن ايمن الرمادي، لان كابتن ايمن الرمادي هيهمه قوي قدام النادي الاهلي يمكن يلعب احسن من اداءه قدام نادي الزمالك، لانه عارف برضه انه بيلاعب النادي الاهلي والنادي الاهلي المتصدر وحاجات كتيره، فيعني مش محتاج هو او غيره نصيحه يعني. قدام النادي الاهلي بيبقى بطوله خاصه باي فرقه. انت عارف انا بسميها ايه؟ بزود الجل. بزود جل، صحيح. على فكره الناس ممكن تفتكرني بهزر. لا لا لا، طبعا هي جمله على سبيل الهزار، لكن هي دي حقيقه. على فكره تلاقي كل لعيبه مصر في كل المباريات اللي بتلعب ضد النادي الاهلي تلاقيها بتكوي التيشيرت وبتكوي القميص، بتكوي التيشيرت وبتكوي الشورت، وتركيز جامد، تركيز اقوى، وبتنام بدري طبعا. كل ده على فكره انا كنت بعمل كده لما كنت بلعب ضد النادي الاهلي طبعا. كابتن اسلام، دي حقيقه، احنا بنتكلم على حقائق، واحنا يمكن جربنا لما رحنا انديه تانية غير النادي الاهلي. بالظبط، كان النادي الاهلي غير. انا كنت لما لعبت في نادي المقاولين احساس الفرقه بتاعتي او الفرقه او زمايلي، نادي المقاولين نادي كبير جدا بالظبط كده، منافس وصاحب بطولات يعني طبعا. اما كانوا بيلعبوا النادي الاهلي يعني انا كنت دايما اقول لهم المقوله دي، يعني لو الروح دي اللي قابلتوا بيها النادي الاهلي او اللي انتوا بس ده يتقال بين اللعيبه بينها وبين بعض، ما بين الاعلاميين بالظبط كده، ما بين الجماهير بينهم وبين بعض، لكن المدير الفني ما اعرفش ما ينفعش طبعا باي حال من الاحوال. وانا شايف انها سقطه من فيريرا، ومدرب كويس هو حر، هو حر يعني، بس احنا ليه؟ لان احنا اتكلمنا قبل كده عليه وقلنا مدرب محترم، مدرب كبير وخبرات، وهو ما زال كده. بس الاتجاه ده لا، الاتجاه ده سيبه لحد تاني يقولوا يعني، حد من الجمهور، حد من كذا حاجه، انما انت كمدير فني مسؤول عن نادي كبير ما تعملش كده يعني. فعايز اقول لك ان المباريات القادمه بتاع النادي الاهلي غير اهميتها بالنسبه للفرق انهم جايين يلعبوا النادي الاهلي، اضافه زي ما انت قلت انهم معاهم اجهزه فنيه قويه. كابتن طلعت يوسف بالنسبه للانبي طبعا قابل الاهلي مرات ومرات وعمل نتائج كويسه، بيفكر برضو ان هو يطلع زي ما بنقول للعيبه، اللعيبه بتركز وكده. المدربين ايضا يا كابتن اسلام والمديرين الفنيين بيركزوا قوي في موضوع طبعا مباراه النادي الاهلي، وبيحطوا يعني عصاره خبراتهم قدام النادي الاهلي. ده محتاج كمان جهد كبير من اللعيبه، لان انت دلوقتي عليت السقف. صحيح، انت كلعيب. لا وانت كمان يا كابتن معلش، احنا حتى في لما بتيجي وحضرتك كنت معايا وقلت، لكن احنا دايما ثقتنا في لعيبتنا كبير أكيد جدا أكيد جدا أكيد جدا مهما حصل. اكيد، لانه انت بتلعب باسم النادي الاهلي، واللعيبه دي ياما جابوا بطولات وياما هيجيبوا لسه. ده اللي انا عايز اقوله بقى، ان احنا قلنا ان اللعيبه دي هي اللي جابت بطولات عديده السنين اللي فاتت. صحيح، بس انا عايز يعني بوجه رساله للعيبه، انتوا لعيبه لما بتحب تعمل حاجه بتعملها، يعني قادرين على انكم تعملوا الفارق زي ما بنقول. قبل كده اللعيبه الاجيال القديمه زي ما بنقعد نشكر دلوقتي في جيل ابو تريكا وعماد متعب وعصام الحضري زي واسام الشاطر، وزي ما كنا بنقول على الجيل بتاعنا ولا زال الجمهور بيقول جيل الثمانينات اللي هو بدايه بطولات افريقيا و عملوا ريكورد وعملوا ارقام كتيره. انت كلعيب المفروض طموحك ما ينتهيش عند البطولات اللي انت عملتها وحققتها. حقيقي، انت خلاص مش محتاج
اتعرفنا بنفسك او تدينا ثقه فيك، احنا واثقين فيك، بس طالبين منك انك تعمل ريكورد ازيد كمان من البطولات. صحيح. على مستوى الفرقه وعلى مستوى الشخصي، عدد اللي لعب مثلا 200-250 مباراه يلعب اكتر. بص يا كابتن، كمان ودي حاجه مش من المفترض ان انا اقولها، لانها كانت حاجات كلها مكالمات شخصيه ما بين بيني وبين معظم اللعيبه. ما كنت بتكلم عن الجمهور، كانوا بيقولوا لي كابتن الجمهور ده يعمل اللي هو عايزه. والله بجد يا كابتن، يعني انا كنت متصور، لا قالوا لي احنا بنعمل كده خجلا، بس مش عايزين نروح للجمهور خجلا من يعني ان احنا مش الفترة اللي فاتت دي مكسوفين شوية، مش مش يعني مش بنسعد الجمهور قوي. صحيح. زي بقالنا كام سنة وبتاع، فقالوا لي لا الفترة اللي جاية، وكان ده قبل مباراة بيراميدز الحقيقة. أيوه. أو بعد المباراة كمان. صحيح. تحديدا، وقالوا لي إن شاء الله الفترة الجاية، إحنا كنا بنتكلم عن الخمس ست ماتشات اللي جاية دول. صحيح. مهمين جدا جدا طبعا. زي ما قلت طبعا، الجمهور مع النادي الأهلي وداعم، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة، وحتى بعد المباريات اللي فاتت قلنا الجمهور مش محتاج ان احنا نكلمه عشان يدعم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. الجمهور يعني واعي وعارف دوره كويس جدا جدا، وداعم جيد جدا. انتوا فرحتوه، وفرحتوه في مباراه بعتبرها انا في مباريات في الدوري بتبقى محطات. اللي هي مع المنافسين. صحيح. ان انت بتنطلق بقى وبتفرق. وبعدين عايزين نرجع المقوله بتاعه النادي الاهلي برضو، وبتاعه الاجيال اللي انا كلمتك عليها، بتاعه النادي الاهلي لما بيركب الجدول محدش بيلحقه. نعم. احنا عايزين دي تستمر. حقيقي. ما ينفعش يبقى في فقد لنقاط تاني، عايزين مكسب، وخصوصا زي ما قلنا مباريات قويه وحساسه الفتره اللي جايه، لو طلعت منها وعديت لبر الامان هتديك دفعه قويه جدا لكاس عالم الانديه، ودي حاجه مهمه جدا، لان انت طبعاً. بتلعب النادي الاهلي بيلعب لوحده في منطقه مفيش نادي في مصر بيلعب فيها، اللي هي كاس عالم انديه. 8 مرات بس يا كابتن. حاجات خفيفة، حاجات بسيطة، حاجة خفيفة يعني كده على الماشي. غيرك ما راحش خالص. فانت الثمانية كمان مش رايح ضيف شرف وراجع، لا. انت بتجيب البرونزية وبتطمع وبتأمل ان انت ان شاء الله تكسر حتة البرونزية دي وتعدي لأقصى من كده، وتلعب مثلا نهائي. فمهم قوي ان الفترة اللي جاية، احنا زي ما انت قلت هي فترات، بتتقسم فترات، ما اقدرش اقول لك مثلا ايه احنا عايزين ندوس في الدور الثاني في اللي مش عارف في اخر مرحله، لا، من دلوقتي الاجتهاد. والراجل كمان كولر وصلك لمرحله كمان يا كابتن اسلام، ان انت عندك اكتر من 22 لعيب جاهز. يعني شفنا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، المباريات اللي من اول كولر جه، من اول ماتش المنستيري اتحاد المنستيري، تعال قول لي التشكيل بيتغير كل مباراه، ودي ميزه قويه جدا. يعني حته المقوله اللي كانت بتقول ثبات التشكيل وعشان الانسجام، ولا الانسجام ده لو فرقه منتخب مصر بتثبت تشكيل عشان مباراه، انما دي فرقه بتلعب مع بعض كل ثلاث مباريات. لا، انت عندك 8 اصابات النهارده، يعني عندك دلوقتي، لو في سنين قبل كده كنت تقلق، لو مع موسيماني كنت تقلق، مفيش، الراجل ده بقاله سنين ما بيلعبش، الراجل ده بقاله 4 ماتشات ما بيلعبش، بعيد قوي عن، لا، لكن ده كله قريب، كل اللعيبه جوه الملعب. التشكيل لو اقول لك التشكيل، يعني انت عندك مره تانية برضو، يعني حمدي ومحمد عبد المنعم بكره هيتحدد، برضو كريم فؤاد بس مش هيلحق مباراه انبي 100%، تمام. طاهر محمد طاهر، اكرم توفيق، مصطفى شوبير، ادي 7، تمام. شوف مين اللي كان فاضل، واحد كمان هنجيبه، لكن اقصد انه في الاخر انه عندك، يعني عندك غيابات كثيره، عندك غيابات كثيره، والحمد لله. عشان كده بقول لك ان انت عندك لعيبه في الملعب، يعني لو اتكلمنا على نص الملعب، انت مره بتلاعب حمدي فتحي مع السولية، بتلاعب ديانج مع السولية، بتلاعب ديانج مع حمدي فتحي، قدام عندك شادي، محمد شريف، حسين الشحات عامل ماتش رائع الماتش اللي فات، احمد عبد القادر بيلعب ناحيه الشمال، سافيو بيلعب، قفشه موجود، عندك بدائل. انا ما بتكلمش كمان على الصغيرين اللي برضو خدوا الفرص بتاعتهم، سواء الباك الشمال او اللعيبه او احمد فخري او يعني عندك لعيبه دلوقتي موجود، محمد هاني والحمد لله برضو ماشي بخطه كويسه، وعوض غياب اكرم في حته الرايت، ولما خد ولعب معلول مش هنتكلم عليه من ناحيه الشمال، محمد عبد المنعم متولي، ياسر ابراهيم ماشي كويس قوي، الشناوي طبعا بشكل كويس. فانت عندك
يعني الراجل برضو عنده مجموعة من اللعيبة يقدر يلعب وكلهم جاهزين وكلهم في الملعب وكلهم دلوقتي كمان عندهم الحافز وعندهم الثقة وعندهم المستوى اللي أهلهم لما ينزلوا. الراجل حقيقة خلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة أو الإيجابية إن هو اللي بينزل، لا بينزل عايز موت نفسه. كمان بشوف اللي نازل اللي بيقعد على الدكة وهو نازل بدل، يعني مثلا لو شادي بدأ اما بيقعد ويتغير ونزل محمد شريف بتحس محمد شريف مموت نفسه. نعم. عندك استاف كبير جدا من اللعيبة، يرجع كمان المصابين تبقى حاجة برضو كويسة، لان النادي الاهلي قدروا ان هو بيلعب على البطولات كلها. وزي ما شفنا احنا او هنشوف الفترة اللي جاية في ضغط مباريات، وبعد ما ترجع من كاس عالم الأندية هتبقى في ضغط مباريات اكتر. عندك بطولة في الوسط، بطولة كاس مصر، هتلعب مع فرقة برضو قوية وان شاء الله توصل النهائي وتاخد بطولة في السكة، تتحسب لك وتتحسب للعيبة اللي موجودة. لازم الناس تفكر في كده، يجمع بطولات، لان اللعيب لو لعب هيلعب 6 سنين 7 سنين لازم يفكر ان هو يحصل على اكبر كم من البطولات عشان يتحط في لوحة الشرف بتاعت النادي الاهلي والناس تفتكره وتبقى من اللعيبة اللي عملت بصمة. كل الكلام ده لازم يتحط في دماغ اللعيبة عشان يوصلونا ان شاء الله نعدي المرحلة اللي جاية. يعني اداء التمرين خلال هذه الفترة بيكون ازاي يا كابتن؟ هل بيبقى تمرين يعني انت كنت تلعب كل يومين ثلاثة او كل ثلاث ايام تحديدا مباراة، وبالتالي ادائك في التمرين بيبقى عامل ازاي كلاعب؟ المفروض ان انا طبعا اكيد الاحمال مش احمال قوية لان المباريات متلاحقة. نعم. وكل زي ما بقول كل الناس موجوده في الملعب باستثناء طبعا المصابين اللي ممكن يعني اللي ابتدوا يخفوا بياخدوا طبعا جرعات زياده شويه عشان يوصلوا للمستوى اللي اهلهم. نعم. مستوى الفني والبدني اللي اهله ان هو يدخل مع المجموعه اللي بتلعب الاساسيه. اللعيبه الاساسيه اعتقد ان الراجل ما عندوش وقت ان هو يعمل اللي هو عايزه، انما على الاقل هيحاول يعالج الاخطاء. اتفرجوا على كل مباراه سابقه وبيعالج الاخطاء، لان برضو مع كل مباراه مفيش حاجه اسمها مفيش اخطاء، اكيد في اخطاء وفي احسن. صحيح. فهو اكيد بيعالج الاخطاء سواء اخطاء بقى على مستوى الفردي او على مستوى الجماعي. يقدر ان هو طبعا على حسب الناس اللي موجوده او اللي حاططهم في دماغه انهم يأدوا مثلا مباراه انبي، هتلاقي فيه مثلا واجبات خاصه على حسب طبعا دراسه فرقه انبي وبيلعبوا ازاي. في واجبات بتتحدد لكل شخص او كل لعيب على حده على اساس يقدر يواجه فريق انبي. في واجبات اساسيه، في خطه اساسيه، في تشكيل بيلعب المباراه، انما يعني مش اكتر من كده. هو علاج اخطاء بس ودراسه للفرقه القادمه. يعني مثل هذه المباريات بتاخد باكج واحد يعني؟ يعني انت بتلعب كل 3 ايام او هتلعب من يوم 5/1 مثلا لغايه يوم 25 4 او 5 مباريات. تمام. يعني النادي الاهلي ما بياخدش باكج، النادي الاهلي بياخد مباراه مباراه. أوكي. زي ما انت قلت من شويه كلمه جميله قوي، كسبنا بيراميدز مكسب كويس، قفلنا الصفحه، خش على المباراه القادمه اللي هي على طول بعد يومين. خلاص انت بتتكلم على بعد بكره، وبقينا خلاص دلوقتي يعني هتلاعب فرقه. فانت بتاخد مباراه بمباراه، عدي المباراه الغرض منها 3 بونت، اداء كويس، تصليح اخطاء، معالجه اخطاء، بتفكر برضو في الاسلحه بتاعه النادي الاهلي، ازاي انا احرص الاهداف اللي فاتت، ازاي استغل نقاط القوه اللي ما استغلتهاش الماتش اللي قبله. اوكي. يعني احنا ابتدينا الماتش اللي فات موضوع التصويب ما كانش موجود المباراه اللي قبل كده، اللي هي في وسط التكتل الدفاعي كان لازم يبقى فيه تسديد من الخارج، وشفنا الجول الاولاني بتاع عمرو السوليه تسديده من ايه؟ من يعني من صحيح. حته بعيده قوي. صحيح. فده سلاح من الاسلحه، لازم اللعيبه اللي هي بتجيد التصويب لازم تكتر منه. أيوة. لان انت مش هتقعد كل الوقت تخترق من العمق او تلعب من الاطراف، لازم برضو. أيوة. زائد الكور الثابته برضو لازم يبقى لها برضو وضع. انت بتفكر دايما في الاسلحه الجديده اللي انت بتزودها على اوريدي الاسلحه الموجوده اللي كسبتك. يعني كويس جدا. واحد من اللاعبين اللي تعرض خلال الفتره اللي فاتت لانتقادات كثيره جدا دلوقتي الحقيقه مستواه تحديدا في المباراتين السابقتين واضح ان هو تغير للافضل بشكل كبير جدا، محمد هاني. تمام. محمد هاني بيؤدي بشكل رائع سواء دفاعيا او هجوميا، برضو يعني
يعمل ايه بقى؟ عشان هو بيلعب كل 3 4 ايام مباراه، وبالتالي هو محمد نفسه يعمل ايه؟ زيه زي بقيه اللعيبه يفكر ازاي؟ انا لو منه انسى الفتره اللي كنت قاعد فيها. اوكي، دي مهمه جدا قوي جدا قوي، انساها خالص. انا دلوقتي الظروف خلتني ابقى موجود، وانا لعبت في مكان تاني عشان انا على فكره كويس. لان لو مفيش ثقه فيه او مفيش اقتناع بيه او مستواك قليل، كان ممكن المدرب قوي يشوف بديل. طبعا كان ممكن يرجع كريم، كان ممكن يلعب حسين الشحات. انما انت رجعت عشان انت الناس بتثق فيك، وانت قبل كده لعبت مباريات كبيره، انت بتلعب في النادي الاهلي بقالك سنين، مش لسه طالع او ناشئ صغير، لسه ما خدتش الثقه، او الناس مش واثقه فيك. لا، الناس واثقه فيك، بس الفتره اللي فاتت انت قعدت عشان في واحد عدى، ودي سنه الكوره، هذه هي كره القدم حقيقي. الواحد عدى ومستواه كان احسن ومشي ولعب منتخب مصر وكده. فانت دلوقتي انت اللي بتلعب وبتجيب مستواك ماتش ورا التاني، وهتبقى احسن عشان تستمر. وحط في دماغك ان انت لو كويس على طول يا هاني محدش هيقعدك، حتى لو مين رجع انت موجود وبتلعب. فانت زي ما بقول له، انسى المباريات اللي فاتت وانسى فتره القعده، انت دلوقتي في الملعب. صحيح، الجمهور واثق فيك وبتعمل ماتشات كويسه ومنتظرين منك الاحسن، لان انت لعيب كويس والدلع كده، انت لسه موجود في النادي الاهلي وبتلعب في النادي الاهلي. طيب، بما اننا بنتكلم عن محمد هاني، خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن محمد هاني ونرجع نكمل. طيب، ده كان مشوار محمد هاني. ايضا حضرتك يمكن اتكلمت عن عمرو السوليه. كل اللاعبين النهارده الحقيقه بيؤدوا دورهم يعني بحب كبير للجمهور كمان، خلي بال حضرتك. وهو ده، انا دايما الفتره دي تحديدا بعد الجمهور النادي الاهلي بيعمله، وده العادي اللي بيحصل الحقيقه، يخليك تعرف قد ايه ان هذا الجمهور هو جمهور رائع. ولكن ايضا اللاعبين دورهم واضح جدا جدا، من خلال يعني ايه، عايزين نفهم بس بعض الجمهور، بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي مش فاهمين الكلمه دي اللي احنا دايما بنقولها. يعني ايه روح الفانيلا الحمراء يا كابتن؟ ليه دايما بنقولها في كل مكان في كل مباراه ان لازم ترجع روح الفانيلا الحمراء؟ عشان دي هي على مر العصور هي العنصر الرئيسي في مكسب النادي الاهلي، هو جمهوره. يعني جمهوره هو فعلا الدافع القوي، الجمهور اللي بالملايين جوه مصر وبره مصر، مؤثر جدا جدا في فرقته. ودايما يعني زي ما احنا بنقول دايما، النادي الاهلي لا يقبل الا البطوله والمركز الاول. الجمهور هو اللي وصل النادي الاهلي، وصل اللعيبه للحته دي طبعا. يعني في انديه كثيره اتعودت مثلا انها تبقى في المركز الثاني، صحيح، والجمهور بتاعها ماشي الحال وبيشجع. صحيح. جمهور النادي الاهلي لا يقبل غير المركز الاول او رابع او خامس او خامس او 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 انما جمهور النادي الاهلي غير، تشجيع زي بقول لك اسلام غير عادي. صحيح. يحرك الحجر. اللي عجبني كمان الماتش اللي فات احترام لعيبه النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي، وحبهم للجمهور هو ده، انا اعتقد ان هو ده الحافز الرئيسي اللي هو وصلهم للمكسب بتاع المباراه اللي فاتت. يعني المباراه اللي قبل كده لما بيشوفوا الجمهور وحاسين بالجمهور ان هم يعني ماشي زعلان او متضايق بعد ما شجعهم، وبعد حتى التعادل بيشجع في اللعيبه قبل ما يروح، ده اللي خلى اللعيبه قالت لا بقى، يعني لازم نعمل وقفه للجمهور ده. شفنا الجمهور ما قالش يا اسلام، صح، يعني برغم فقد النقاط الجمهور بيزيد ومصر، وانا معاكم لان انتوا هتكسبونا وهنفرح بزياده، ومعاكم لاخر المشوار، ومعاكم كمان مش المشوار لبعد المشوار. صحيح، يعني مشوار بعد مشوار النادي الاهلي مشاوير، دايما في ظهركم ودايما واقفين معاكم. وهو جمهور النادي الاهلي رسالته لكل اللاعبين ولكل منظومه كره القدم ان جمهور النادي الاهلي مختلف وجمهور النادي الاهلي غير. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش، رايك في او رؤيتك لمباراه انبي؟ مباراه قويه زي ما قلنا، انبي من الفرق اللي بقالها زمن طبعا في الدوري العام، ولها بطولات بتضم عناصر كويسه، عندها اداره كويسه، اضيف عليهم طبعا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني المحترم اللي بيجيد اللعبه مع الكبار، بيعرف مباريات الانديه الكبيره، عنده حافز ان هو طبعا
يعني النادي الاهلي طبعا كسبان المباراه اللي قبله على طول السابقه، فهو هيعمل حساب اول للمباراه دي، عارف ان ممكن المباراه النادي الاهلي لو عمل نتيجه كويسه فيها بتعوضه الفتره اللي فاتت دي شويه وبتفوق الفرقه، لان اي فرقه بتعمل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي بتاخد انطلاقه للمباراه اللي بعدها يعني. طيب. فطبعا من الحته دي طبعا هيبقى صعوبه المباراه، والعنصر الثاني او الصعوبه الاكثر الاهلي ومكسب كبير مطالب انه يحافظ على نفس المستوى في طبعا المكسب، وفي زي ما قلنا احنا عايزين نعلى. صحيح. احنا ما قلناش ان الاداء في بيراميدز احسن حاجه، لا، في اداء احسن للنادي الاهلي. فقدنا الاستحواذ في مباراه بيراميدز في بعض الاوقات، ممكن يكون تكتيك من الراجل ان انت في بعض الفترات بتريح لعيبتك وبتسيب للطرف الثاني الاستحواذ، وبتعتمد على الهجمات المرتده، يعني الاول بتضغط من فوق بس اللعيبه مش هتفضل 90 دقيقه تضغط ضغط عالي، فممكن ده يكون بعض يعني او من التكتيك اللي الراجل عامله، اللي في بعض الناس قالت لا، ما هو بيراميدز كان في بعض الفترات ماسك كوره وبتاع، ده وضع طبيعي ان اي فرقه لازم تكسب تمسك كوره وتعمل استحواذ وتهاجم النادي الاهلي. انما انا عايز اقول ان زي ما بقول لك استغلال الاسلحه الكتيره بتاعه النادي الاهلي اداء احسن عشان المباراه القادمه. احنا قلنا كل مباراه بنلعبها مباراه منفصله، بس انت داخل على برضه في السكه كده في النص في بطوله كاس طبعا، ان شاء الله في النهائي، وارد تلعب قبل النهائي، خلي بال حضرتك قبل النهائي تكسب، ممكن تلعب النهائي مع المنافس التقليدي. وبطوله برضه النادي الاهلي بيصمم عليها بطوله كاس مصر، وزي ما بقول بعدها برضه المباراه او مباراتين على حسب الوقت هتلعب كاس عالم الانديه، فالدفعه دي موجوده، مش عايز حاجه او مش عايز محطه من دول تعطلك او بلغه الكره تعكنن عليك، لان المكسب زي ما بقول بيفوق وبيدي ثقه حقيقي. اهم حاجه لعيبه الكوره ان هو ياخد الثقه، ياخد الثقه في نفسه، ياخد الثقه في زمايله اللي موجودين، ياخد الثقه في المكسب، هي دي اللي بتعمل الاداء حقيقي. لما بتبقى بتلعب تحت ضغط وفاقد للنقاط بتبقى قلقان، تيجي لك الكوره مش عايز تحطها، عايز تخلص او عايز تضمنها قوي، فبالتالي تضيع على نفسك الفرصه الكويسه حقيقي. ده اللي كان بيحصل خلال المباريات اللي فاتت، انما المكسب والاداء الكويس وفوقان اللعيبه بيديك حافز للي بعده. عوده الثقه والروح اعتقد ان هي الاهم والدور الاهم خلال الفتره اللي جايه. مهم جدا جدا الثقه، انت خدتها المباراه اللي فاتت مكسب كويس على فريق كبير بعد تعثر شويه، ده يديك دفع ان شاء الله مباراه انبي تعملها مباراة قوية وأداء كويس وسكور كمان، عشان برضو اللعيبة تبتدي تهدف. احنا شفنا يعني السولية بقى له فترة كبيرة غايب عن التهديف، رجع جاب هدفين روعة طبعا وهدفين مختلفين، هدف من تصويبة من الخارج من بعيد قوي وهدف بالراس برضو، حاجة يعني كويسة قوي لعمرو السولية. عمرو السولية محور اداء برضو النادي الاهلي، لان عمرو السوليه من اقدم اللعيبه في الفريق حاليا ومن كباتن الفرقه، فالكابتن الفرقه لما ياخد الثقه بيوزع الثقه دي على اللعيبه الثانيه او اللعيبه الاصغر منه يعني. فعمرو من اللعيبه الكويسه، بتمنى له ان هو يعني يرجع طبعا للمستوى الكبير اللي بدا فيه المباراه اللي فاتت ويكمل على كده ان شاء الله. طيب خلينا نروح للدوري بشكل عام يا كابتن، يعني من ضمن الامور اللي انا اخذت بالي منها خلال هذه الفتره وهي التغييرات الكثيره للمدربين، اخرهم المدير الفني لنادي بيراميدز بعد هزيمته من النادي الاهلي، بيقال انا ما اعرفش بقى لسه مش اكيد يعني، لكن بيقال ان في كلام عن تغيير وما اعرفش صح ولا غلط، ولكن في النهايه تغييرات كثيره جدا. مشكلة كابتن إسلام، يعني تكيس مدرب كويس، وبدليل أنه مدرب كويس أن بيراميدز جابه وعمل نتائج معاه كويسة وعامل كرة كويسة مع الفريق، مش مجرد خسارة من مباراة أن تتفكر لسه مش عارفين إذا كان أكيد ولا لا، تفكر أنه هو يمشي عشان تجيب مدرب تاني أيا كان، ويبتدي بقى يشوف اللعيبة إذا كان أجنبي مثلا هيشوف اللعيبة ولسه ما يعرفش اللعيبة وهياخد فترة وهياخد والمباريات متلاحقة. طب ما تدي الراجل فرصة يكمل، ليه انتوا بتحاسبوا المدرب بالقطعة أو بالحتة أو ماتشين ثلاثة يحصل دروب تمشيه؟
يعني مش عايز اقول اتعلمه من النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطع المدرب بتاعه، بيسيبه يشتغل والحساب وبيديله كل الصلاحات والامكانيات وبيقف ظهره وداعم ليه وبيسيبه لغايه الموسم كامل ان هو يقدر يعني يدي اللي عنده، لان المدرب عمره ما كان من خلال مباراه او اثنين او خمسه او سته، لازم وقت عشان يعرف اللعيبه كويس، يحفظ اللعيبه كويس، يقدر يوصل لهم الحاجه اللي هو عايز ينفذها، فدي بتحتاج وقت. وانا شايف ان هو يعني بدري قوي عليهم ان هو يعني الراجل ده يمشي. احنا شفنا كمان مدربين تانيين في الدوري يعني ما كملوش خالص، ده الماتش التاني بيغير، طب انت هتغير وبتجيب مدرب كان في فرقه تانيه ومشوه عشان عمل نتائج وحشه جايبه عندك، طب هيفرق ايه؟ يعني هيفرق ايه من اللي كان موجود؟ تغيير يعني لمجرد زي ما بيقولوا تغيير دم، طب ما هو ده تغيير دم، ما هو الدم هنا هيبقى برضه دم نفس القصه، ممكن يقعد معاك هنا فاسد هنا فاسد هنا فاسد يعني هنا مش نافع يعني مش نافع يعني الدم او الكرات الدم الحمراء قليله شويه، مش معقوله هتزيد هناك يعني الناحيه الثانيه. صحيح فيعني رحمه بالمدربين، ومهما على فكره اتحاد الكره هينزل من قوانين ويقول المدرب ما يدربش اكتر من فرقتين ولا اكتر كذا في الموسم او انتقال، ولازم النادي هو اللي يكون مشاه مش هو اللي مشي، يعني كل ده برضو بيبقى فيه تلاعب من خلال الاجهزه من خلال الادارات عشان مصممه. وهرجع اقول المقوله دي تاني، ان الغلط مش من المدرب، الغلط من الاداره اللي اختارت المدرب ده، لانها اختارت من غير وعي كامل ان انت لازم تختار المدرب اللي انت عايز منه 1 2 3 4 جوب ديسكريبشن زي ما بيقولوا، انت عايز مني كذا كذا كذا، دي له القصه دي وبعدين حاسبه مش وهات اللي حقق لك اللي انت عايزه، مش مجرد فلان كويس هاته ده كان بيدرب ما اعرفش، ما ينفعش الكلام ده، عمرنا ما هنتقدم بالشكل ده. ما بنشوفش الظاهره دي في اي دوري من الدوريات القويه والكبيره، وبنشوف بنشوف فرق كبيره جدا يعني ليفربول السنه دي مثلا الراجل واخد معاهم بطولات ومكسر الدنيا السنه دي عاملين كده ومستوى قل وبتغلبوا وبيخسروا انما حدش فكر انه ماشي مدرب. امبارح اتغلبوا تقريبا اتغلبوا 3-1 3 دخل فيهم الثالث 3 فطبعا ما ينفعش ان انت الناس ما شفناش فكروا بقى يورجن كلوب يمشي، لا مستمر لان في ثقه وعارفين ان الكره دايما مفيش واحد بيشغل بمستوى ثابت، لازم الكيرف بينزل شويه وبيطلع شويه يعني. وبعدين تلاقيها انديه كمان ايه هي اوريدي ما بتنافسش وطموحها ما بينافسش على فوق، واخد بالك ازاي، هي طول عمرها في النص. فانت طيب فارق معاك ايه انك تبقى مثلا سادس ولا سابع ولا ثامن ولا تاسع، يعني انت فارق معاك الحته دي في ايه؟ خلي الـ 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 المدرب موجود وساعده ودعمه، ولو محتاج مثلا يعمل او العناصر اللي موجوده معاه مش كويسه يبقى في تدعيمات، لازم تستغل قطاع الناشئين اللي عندك وتخلي المدرب ده مستمر، طالما انت جبته ومقتنع تماما عشان انا جبته يبقى مدرب كويس، غير التشكيل غير جلد الفريق، انما مش اقرب حاجه غير المدرب. صحيح يعني اشمعنى عنصر المدرب اللي بتغير؟ مين المدرب المفاجاه من وجهه نظرك السنه دي؟ ايمن طبعا، ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي طبعا يعني وبرضه ده مش وليد ماتش، احنا شايفينه الفتره اللي فاتت عامل نتائج، وبعدين قلنا طيب نشوفه مع فرقه من الفرق الكبيره هيعمل ايه؟ لقيناه ماشي بنفس المستوى بل احسن كمان وكسبان، وكان ممكن يكسب هيف سكور كمان، فدي برضه من الحاجات الكويسه. المدرب كمان انا حاسس ان هو يعني قريب قوي من اللعيبه. بتشوف اسلام الاجوان لما بتيجي بيجيبها فريق اسوان، اللعيبه بتروح على المدرب تعمل ازاي؟ طريقه لعب واحده، طريقه لعب واحده، ومزاو واضح قوي ان هو يجيد الناحيه النفسيه مع اللعيبه. شفنا اللعيبه بتقاتل لغايه زي ما بيقولوا اخر نفس، يعني شفنا الماتش اللي فات من اول دقيقه لغايه يعني ما خلاص عارف على الاخر كله بيبذل الجهد، اللي بينزل كمان من على الدكه ويمكن كمان هو معذور لانه ما عندوش دكه قويه. اوكي. ده لو عنده دكه قويه كمان كنت حسيت بالفرق اكتر. انما هو بالعناصر اللي موجوده وبالتدعيمات اللي موجوده دي قدر ان هو يعني يحقق النتائج دي ويلعب الكوره كويسه. وبعدين مكسبه في المباريات اللي انا اتفرجت عليها ما جاش محض الصدفه، زي ما انت بتقول هي طريقه واحده بيضغط على الفرقه اللي قدامه سواء بره ارضه او
او داخل ارضه بيضغط ضغط عالي، حماس، قتال على كل كوره، على المستوى الفردي المان تو مان بيبقى فيه مقاتله على الكرات، تصميم على المكسب. الماتش اللي فات جايب جون والتاني وكره في العارضه وكره في العارضه، ويعني مصمم، ما عملش زي الفرقه الثانيه اللي لما بتكسب في الشوط الاولاني مع الفرقه الكبيره بتنزل الشوط الثاني بقى تدافع وتقفل وتعمل، لا خالص. شفنا لاخر لحظه اللعيبه ما بتشتتش الكوره، بيلعب نص الملعب وبيطلعوا كمان كفرقه واحده، يعني تحس ان في بصمات مدرب موجوده على الفريق من الناحيه النفسيه ومن ناحيه الاداء الحقيقه. كابتن، هل ملامح المنافسه ابتدت تنحصر كالعاده؟ لا لسه بدري، انا في رايي لسه بدري. المنافسه فوق. لسه بدري، لسه بدري. وكل مدى زي ما بقول ان شاء الله الاهلي لما بيركب الدوري عايزين نرجع المقوله اللي هو الاستمراريه. الاستمراريه. وعايزين اللعيبه ما تحطش في دماغها ان انا برضو في فرق دلوقتي 4 بونت او في فرق كذا ان انا اريح. وان المنافس اقرب منافس بعيد، لا. الكرة علمتنا من السنين اللي فاتت لازم ياخدوا درس ولازم نستفيد من الأخطاء. السنة اللي فاتت واللي قبلها انت كنت فارق في وقت من الأوقات 14 بونت، وزي ما احنا قلنا برضو من لا السنة اللي فاتت؟ السنة لا ما حصلتش السنة اللي فاتت. السنة اللي قبل اللي فاتت كنت فارق ولا اللي قبل برقم اللي فاتت؟ برقم لا 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 يا كابتن، انت خسرت نقاط في الآخر ماتشات. ست 8 نقط بالكتير. اخر ماتشات انت خسرت فيها كان اكثر من 8 بونت في الدوري. اخر الماتشات لما الاداره خدت قرار ان هو لكن بتتكلم على فرق النقط. على فرق النقط. اوكي. كنت فارق بنقط وانت اللي اقصى حاجه كانت 6 أو 8 مش وانت فارق. اللي خسرت النقاط دي من 8 برضه. حقيقي. 8 فرق نقاط. 8 فرق نقاط مع النادي الاهلي لاقرب المنافسين، ومع ذلك حصل دروب. الدروب طبعا احنا عارفين موضوع الاجهاد وضغط المباريات والحكام والفار والحاجات اللي اثرت تاثير برضو مباشر. صحيح. فانت اعمل حسابك برضو على الكلام ده السنه دي برضو. ما لان الحمله بدات. برغم ان الحقيقه شايفين الاسبوع الاخير ده التحكيم اتحسن، وانا متفائل بالتحكيم خير في وجود طبعا كابتن توفيق السيد. أوكي. من انه كان ماسك عندنا طبعا لجنه حكام القاهره، ويعني كان ممشيها، وطبعا حكام القاهرة بتكلم على 500 حكم في القاهرة، أكبر منطقة عندها حكام. أوكي. عدد كبير جدا جدا بيلعبوا كل الدرجات، ومع ذلك مفيش أي مشاكل خالص كانت خلال السنين اللي فاتت. شخصية صارمة جدا، شخصية عادلة جدا، ودي مهمة قوي. فشوفنا حتى في اختياراته المباراة الأسبوع اللي فات، شايف أنا أن كان التحكيم ما جاش منه شكوى خلال الفترة اللي فاتت. فإن شاء الله نأمل يعني أن يبقى التحكيم ده كويس طبعا مع جميع فرق الدوري طبعا. حقيقي. سواء أهلي، منافس، تحت، فوق، في أي حتة التحكيم هو هو بدون النظر للألوان. يعني بمناسبة وإحنا بنتكلم، هل الفرق اللي بتنافس، يعني إحنا مثلا ناس كتيرة جدا في أول السنة قالت لك الموسم يعني مش شغال قوي مع أسوان، ف أسوان من الفرق اللي هتنافس على أو يعني هتصارع على الهبوط، لكن أسوان الحقيقة دلوقتي مقدم مستويات رائعة جدا، 15 نقطة وبينافس على بالزبط. خامس، رابع، خامس، سادس يعني. حرس الحدود النهاردة يعني أنا لغاية قبل ما أنزل كان كسبان، لكن اتغلب 3-2 في نهاية المباراة. لكن الحرس بيقدم مستويات جيدة طبعا. يعني كان كسبان الجيش المباراة السابقة 2-0 وبعدين 2-2. الداخلية ما فيهاش انتصارات ولكن ماسك نفسه، تحس ان الفرقة عندهم فريق جيد. المحلة اللي متذبذب شوية، المحلة النهاردة اتغلب 3 من سيراميكا يعني، بس ده في اخر دقيقتين على فكرة، دخل فيه جونين وركلة جزاء في خسارة على ارضه برضه. كل ده يعني المحلة كانت برضه من صحيح. يعني حتى لو كان في تعثر بالنسبة لها في خارج ارضها، انما كانت على ارضها بتمثل برضو قوه على ارضها بجمهورها وبلاعبتها وبحماسهم وكده على ارضها. انا فوجئت الحقيقه بالنتيجه دي. الدوري السنه دي دوري صعب. الفرقه كلها عندها طموحات، الفرقه كلها دعمت، الاستثمار بقى في الفرق كثيره، شفنا فرق الشركات برضو بتدعم ومنافسه، كل واحد عايز يستفيد من طبعا النتائج بتاعته والمستويات بتاعته خلال السنين اللي فاتت، مش عايز يحط نفسه في معمعه بقى ان هو يقعد يصارع بقى. هو الدور الاول هو اللي بيفرق، فكله عايز يجمع النقاط وكله بيجتهد. والحقيقه بنشوف ماتشات تلاقي فريق مثلا كسبان المباراه دي ومتعادل المباراه اللي بعد كده. فرقه زي فيوتشر برضو انا اعتقد ان السنه اللي فاتت كانت احسن شويه من السنه دي. السنه دي برضو في تذبذب، في تعادلات، تعادلوا مع تعادلات كتير
برغم ان المكسب بالنسبه للفرقه زي فيوتشر مثلا عايز ينافس على المربع الذهبي زي ما عمل قبل كده، التعادل ما ينفعوش، لان انت ماتش واحد يا اسلام بثلاثة بونت، ماتشين تعادل باثنين بونت، يعني انت فاهم ازاي؟ فدي بتفرق جدا جدا مع الانديه، بتفرق جدا مع الانديه اللي هو بيلعب على التعادلات ده، انه يجمع نقط من التعادلات. انت لو كسبت ماتش واحد ده ثلاثة بونت يرفعك في الجدول، لان كله فيه تقارب بالذات في الحته اللي هي الوسط دي. انما المباريات قويه، دوري قوي لسه، كل ما هنقرب وكل ما هندخل طبعا في الدور الثاني هيبقى اقوى واقوى واقوى. فكله مستعد كويس يعني. اخيرا يا كابتن، لو حضرتك حابب تواجه كلمه، انا خلال النهارده الجمهور الاهلي فقط، لانه الحقيقه السند والدعم الدائم للعيبه النادي الاهلي. بقول لهم بنحبكم جدا جمهور النادي الاهلي، ما نقدرش نستغنى عنكم ابدا. انتوا من الحاجات الاساسيه اللي كانت، وانا قلتها اكثر من مره، السبب في حصول النادي الاهلي على نادي القرن. دعم على مر الاجيال، مؤازره كامله، جهد كبير كل مدى بيزيد وبتثبته، وبتثبته كمان ان انتوا بتعشقوا النادي الاهلي في احلك اللحظات والمواقف الصعبه، دايما في ظهر لعيبه النادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي رد لكم الماتش اللي فات، يعني زعلكم شويه وصالحكم بالمباراه، وان شاء الله يعني لعيبه النادي الاهلي الموجوده قادره زي ما خدت بطولات قبل كده وكسبت وكسبت السوبر الافريقي وكسبت وكسبت. نعم. ان شاء الله باذن الله قادره على انها الفرحه تبقى موجوده، لان الفرحه ما غابتش عن النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ما تغيبش عن النادي الاهلي الفرحه، ان شاء الله تبقى باستمرار يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معانا، شكرا جزيلا. ونتمنى يا رب التوفيق دائما للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا للنجم الكابتن محمد حشيش. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمد الوصي والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا كابتن، ازي حضرتك؟ ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، سعداء جدا بتواجد حضراتكم معانا. خلينا نبدا معاك يا استاذ عصام على طول ونخش في، طبعا لازم نتكلم عن مباراه بيراميدز والنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل لا شيء. اتصور ان الراجل بدا يوصل لدماغ اللعيبه، وهم كمان يدهموا فكره، وفكره ان انت تجيب جون ثم تختصر شويه مجهودك البدني او اللي هو بيطلق عليه احتياطيك البدني، بدات تؤتي ثمارها يا كابتن اسلام. ايوه، ودي حاجه مهمه قوي ان الناس تاخد بالها منها. ليه؟ الراجل بيجي من وقت لوقت، لكن خافوا شويه اللعيبه. ايوه، بعد كده انتشروا صح ولعبوا صح. فكره الصيد صح كده؟ فكره الصيد يعني يصطادك. وقال هو ايه؟ سبت له الكره تنهكه، ودي حاجه كانت مهمه قوي. يعني باختصار شديد استاذ محمد، يعني كولر بيثبت ان هو رجل المباريات الكبرى، رجل المناسبات الكبرى الحقيقه، يمكن في اكثر مناسبه كبرى بيثبت قدرته على اداره المباراه وتحقيق النتيجه المطلوبه. أيوة. وهو دايما بياكد على النتيجه في بعض الاوقات اهم من الاداء. الاداء قد يكون مش 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 مرضي في بعض الاوقات، لكن بحقق نتيجه كويسه يمكن، لكن لما توصل لمرحله الاداء والنتيجه فانت بتبقى حاجه عظيمه. قدر يحقق نتائج قبل كده عظيمه جدا في بدايات قدام الزمالك، ادى المباراه بشكل كويس جدا. المباراه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كانت تعتبر مباراه بمثابه عنق زجاجه، لانك بتضرب اكثر من اسطوره بحجر واحد، انك انت اولا بتعطل بيراميدز الفريق اللي بينافس وبيطارد، ثانيا بتسترد القمه، ثالثا يعني ما بتردش الهديه بسرعه للمنافس لما بيفقد نقاط زي حصل في المباراه اللي فاتت. فقدر يحقق كل الاهداف من خلال المباراه دي، والحقيقه قدم لنا شكل حلو للنادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني. يعني يمكن الشوط الاول الاداء ما كانش عاجب الناس بعض الشيء، وكان في تراجع خصوصا بعد الاهلي ما جاب الجول. بس انا هتكلم في اداء في مثل لما خلاص يعني اداء ايه؟ ثلاث نقاط من وجهه نظري ليهم فيهم مكاسب كبيره. ما بقول لك بنعدد في المكاسب، لكن احنا في التعادل بنبص على الايجابي. بالظبط. احنا اتكلمنا بكده يا كابتن اسلام، وقلنا ان ما تاخدهاش واحده واحده ولا جوله جوله. لما تتعثر. أيوة. في جوله ما تقفش. أيوة. ولما تكسب جوله برضو ما تبالغش. أيوة. في الاحتفال. برافو عليك يا استاذ محمد، هذه النقطه
اللي الكل او النادي الاهلي بيشتغل عليها طول عمره. هو اسمه دوري عشان كده يا جماعه. دوري دوري لسه بدري. بناكد يا كابتن ان مشوار ما زال طويلا وما زال هناك محطات صعبه ومحطات الكل هيتعثر والكل هيفقد نقاط. الدوري قوي جدا النهارده. سيراميكا بيكسب المحله في المحله القوي 3-0. المقاولين بيتاخر قدام حرس الحدود وبيكسب. فيوتشر النهارده بيقدم مباراه كبيره جدا ما بيقدرش يكسب مع سموحه والاثنين بيفقدوا النقاط. يعني غير يمكن كان اقل ماتش كان الاسماعيلي والبنك الاهلي. ماتش كان متواضع فنيا في الكره الحقيقه. الاسماعيلي يمكن انتهت منه كره القدم. فاحنا في دوري قوي جدا دوري صعب جدا. يعني انبي الاهلي هيواجه الاسبوع الجاي كسبان الاتحاد السكندري عن جداره وعن استحقاق في اسكندريه. صحيح باداء قوي اداء منظم ومعاه مدرب ليه فكر وليه رؤيه وليه بصمه كابتن طلعت يوسف الحقيقه. يعني فالحقيقه تحيه مستر كولر قدر يعني يستعيد التوازن لما تخسر 4 نقاط في ماتشين متتاليين وقدامك فرقه كبيره جدا فرقه صعبه جدا واحده من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري عندها كواليتي لعيبه عاليه جدا من اعلى اللعيبه اللي موجوده في مصر. فرقه صنعت وتحقق نتيجه حاجه اجلك. بالظبط وتحقق نتيجه جميله. ال 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 النقطه اللي عجبتني قوي في المباراه دي جمهور النادي الاهلي حقيقي كلنا. الحقيقه يعني كله لقطه جامده جدا الحقيقه. ده جمهور النادي الاهلي ده السند الحقيقي للنادي الاهلي الحقيقه كل التحيه والتقدير ليهم يعني. طيب استاذ عصام برضو النادي الاهلي دائما معودنا على شيء واحد وهو اقفل الملف ده مهما كانت قيمته مهما كانت المهم في النهايه هي مباراه في الدوري العام ب3 نقاط وهي المباراه العاشره. لسه عندك كم 24 مباراه تقريبا 24 مباراه قادمين او 23 مباراه خلال الفتره اللي جايه 10 ولا 11 10 يعني مش قصدي انا قصدي ان انتهى التلت لسه التلتين لسه التلتين بدري قوي ولا تزعل على نزعل طبعا على فقد نقاط ولكن لسه بدري ما حدش عارف قصدك ما تقفش هنا كتير بالظبط يعني وده يمكن التعبيرات اللي هي دايما ما انا كنت لسه اقول لك اللي هي دايما قايمه عليها تحقيق الاهلي الانتصارات العب وما تبصش وراك في موسم ب 13 نقطة اوصي لو انت فاكر صحيح واحنا شباب بقى الكابتن صالح قال لهم ما زلت شباب يا وانت كمان ما انا بقول لك واحنا الكابتن صالح رحمة الله المايسترو وانا كمان اشمعنى يعني انت عم ده بتلعب يا شباب المايسترو قال لهم كان الفرق 13 نقطة العبوا وانا بقول لكم الاهم عند النادي الاهلي هو معدلات الاداء ثم انتم مش فاهمين ليه ان منافسك هيقع اذا انت بنفسك بتقع ده دوري وقد كان الموسم ده الاهلي خد الدوري اوسي طبعا يعني والحقيقه كابتن حشيش في الفقره السابقه اتكلم عن نقطه مهمه جدا ان يا جماعه احنا كسبنا او كل حاجه وزي الفل ولكن اللي جاي ما تحتفلش قوي يعني وتلاقي نفسك تحتفل يوم المباراه ان انت انتصرت على فريق وقوي وكبير وكل حاجه. بص يا كابتن لعيبه النادي الاهلي صحيح محتاجه ان احنا نقول لها ده يعني بس مش بالصوره دي لا انا اقول له احتفل بقى لانك وصلت للتوليفه مش احتفل ب3 نقط طبيعي ان الاهلي يجيب 3 نقط من اي حد الحقيقه يعني لكن احتفل انك وصلت للتوليفه وعرفت يعني ايه تبقى في الملعب بثقافه مغايره تماما لازمنه اخرى وانا مصر ان ميزه الرجل كولر انه قادم من اوروبا خالص يعني ايه اوروباوي ما عندوش ما عندوش اي تور هنا عنده يوم كامل عنده شغل على الحاجات اللي هي الهسه واللمزه والنفس عنده حاجات تخصصيه شوية بشوية بيقوم لعيبة خاصة اللعيبة بدأت تقتنع بدون أسماء كده اللي كان زعلان شوية إن 90 دقيقة بدأ يوصل له فكر الراجل يا عم أنت ال10 دقايق خلوك سوبر الفريق مالكش دعوة بقى ببقية ال80 وأنت يا أستاذ عندك مهمة دفاعية زي ما عندك مهمة هجومية هتعملها لعبك معاه صحيح لكن وصلت صحيح لكن يا أستاذ محمد كانت ناس كتيرة بتهاجم راجل على التدوير اللي هو بيعمله حتى يعني كلنا اتكلمنا في هذا الامر يجب التثبيت يجب التثبيت دلوقتي لما تقعد تبص على الاصابات اللي عندك 8 اصابات يعني حمدي وعبد المنعم لسه هيتم اليومين بكره ان شاء الله سيتم هنعرف موجودين ولا مش موجودين ان شاء الله كده كده كريم مش موجود يوم امبي كده كده ولا عمار ولا اكرم امبارح كان في تخبيط دم تقيل من لعيبه ليها اسامي عيب كرة القدم ليست هكذا يعني. النقطة اللي كان عليها كابتن اسلام اللي عملية التدوير يعني في بعض الأوقات قد تكون مضطرا يعني.
صحيح. لكن هو يعني اللي خلى الناس تتكلم ان هو بعض الاوقات ما كانش عندك اصابات وكنت بتغير كتير يعني. فالراجل ربما عايز يوصل لفكره التشكيله المثاليه بالنسبه له يعني. وكنا بننتقده ان هو بيغير كتير، مطلوب الاستقرار في التشكيل الحقيقه. يمكن الشكل اللي احنا شفناه للاهلي في اخر ماتش بيراميدز من وجهه نظر انا ده الشكل الامثل للتشكيل الحقيقه. يعني في لعيبه بدات تظهر يعني، محمد هاني ما كانش موجود. صحيح. بدا يخش بشكل قوي المباراه الثانيه على التوالي، بيقدم بشكل قوي وشكل مميز. حقيقي. دفاعيا وهجوميا. حسين الشحات زي ما الكابتن عصام بيقول انك ممكن تنزل 10 دقائق تعمل فيها بصمه كبيره جدا، وقبل كده نزل حسين الشحات 10 دقائق عمل جونين. بس امبارح نزل شوط ونص يعني. يا كابتن هيجي له الوقت يلعب 90 عادي يعني. تحس ان النادي عايز يلعب فايق وفارق. والحقيقه يعني لو استمر حسين وداس على نفسه واهتم بنفسه اكتر من كده، لان حسين الشحات عنده اكتر امكانيات اكتر من كده الحقيقه. لاعب مهاري، لاعب عنده رؤيه، لاعب بس يعني يثبت بالقوه في الملعب ويستغل الفرصه اللي بتجي له عنده. فوجوده مع محمد هاني اعتقد ممكن يعمل جبهه كويسه جدا، لا سيما اذا نجح في تهديد كمان الدور الدفاع اللي حضرتك بتتكلم عنه. وكذلك الناحيه الشمال علي معلول، احمد عبد القادر الحقيقه محتاجين دايما احمد عبد القادر مهما كان يعني عنده بعض الحب للكوره والسيطره عليها، لكن في النهايه احمد عبد القادر من اللعيبه اللي تصنع لك الفرق، من اللعيبه اللي في المواجهات واحده راحت يقدر يخلصك ويقدر يحل لك مشاكل كتير جدا. صحيح. ويجيب لك اجوان. اتمنى ان فكره اللاعب اللي يسدد من ودي مفتقدينها كتير يا كابتن اسلام، دي ممكن تحل لك مشكله يعني. التسديده اللي عملها السوليه فكت لك الدنيا. صحيح. خلصتك المشاكل وركبتك المباراه وعلتك نفسيا وخلتك انت ماشي متقدم رغم الهجوم اللي تعرضت له، لكن ظليت وحافظت عليه. فلما يكون عندك لاعب مسدد، عندك لاعب مهاري، عندك لاعب مراوغ، كل الحاجات دي بتعمل فرق معاك. وتنفيذ الكورنر اعتقد اللي كان بيلعبها مين يا جماعه؟ معلول عمل اشاره بايده في تنفيذ لا الكورنر. لا اني واحده الجول اللي جت جول حسين شحات. ما انا بقول لك عمل اشاره بايده على اللعبه، اذا الراجل شغال على تخصصي. وبعدين انت نجم كوره، اللي يشوط الكوره تحت رجله ده يبقى في تمرين صح، يبقى في عضله اماميه هنا. لا يعني في تمرين صح طبعا ماشي بيه. فما الراجل كان بيقول عايز اخلي عمرو السوليه كما رايته يعني قبل ما يمسك النادي، يبقى الراجل شغال صح يا جماعه. حقيقي. الجمهور بقى وصبره ده شيء عظيم في حته تانية، لان الجمهور هو صاحب هذه الملحمه اللي الراجل كان محتاجه زي ما القصه بيقول من وقت. انه طبعا بين المواسم كان لازم في فتره الاعداد اوزت 5 ماتشات ومتدرجه، ما لقاش الاوبشن ده. حقيقي. وبالتالي هو بدا يحط ايده ان شاء الله مع وصول بعض التدعيمات والموسم ده تحديدا. الاهلي طبعا ما بيبقاش عنده نهم الشراء لكن دايما احتياجاته، لكن الموسم ده بالذات او الشتويه دي يعني لا، الاختيارات اكثر دقه. وان شاء الله يكون في حاجات زي ما الكابتن والمجلس وعدوا الناس اكيد هتكون يعني اضافه للفريق. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي لنادي ام بي ونرجع نتكلم عن هذه المباراه الصعبه والمهمه. طيب برضو استاذ عصام، استاذ محمد، خليني ابدا بك يا استاذ محمد، انه المباراه القادمه كيف يمكن لكولر بعد تعامله في هذه المباراه اللي هي مباراه بيراميدز كيف يتعامل في المباراه القادمه؟ بص انت لما بتكسب بترجع هيبتك وبترجع شخصيتك وبترجع قيمتك. يمكن الماتشين اللي انت تعادلت فيهم خلى البعض يقول لك ان فرقه الاهلي تراجع مستواها، فرقه الاهلي ما تراجعش مستواها. فلما تيجي تكسب فرقه كبيره وتقيله زي بيراميدز ده يرجع الثقه كبيره جدا فيك في لعيبتك، ويخلي الهيبه عندك في الاخرين موجوده يعني. كله يعمل لك الف حساب يعني. لكن انت في نفس الوقت بتواجه فريق قوي، فريق منظم، فريق محترم، اللي فيه شخصيه المدرب الحقيقه يعني. شخصيه المدرب دايما بتصنع الفرق. كابتن طلعت يوسف من المدربين المميزين اللي هم مدرسه في التدريب، المدرب اللي بيقدر يقفل بشكل كويس جدا ويقدر يتعامل مع الخصوم في المباريات الكبيره بشكل قوي، وليه تجارب كبيره جدا وعنده خبرات كبيره جدا في مواجهاته مع الانديه الكبيره على مدار مسيرته الحقيقه يعني. أيوه. فشاف المباراه طبعا ليست سهله زي ما قلنا، واحنا متفقين ان ما فيش مباراه سهله في الدوري، وبشكل عام ما فيش مباراه سهله في كره القدم الا لما تنتهي وتخلص وتعرف نتيجتها يعني. صحيح. فالمواجهه على لعيبه الاهلي ان ياخدوا المباراه بجديه بنفس الحماس بنفس القوه يعني، ويوصلوا الاداء يعني. بدا من اول ماتش سيراميكا عمل ماتش كبير جدا لكن ما كانش فيه توفيق، وربنا كرم موفق وعمل مباراه في قدام بيراميدز. اتمنى ان الاداء يتواصل بنفس الشكل، واللعيبه اللي خدت فرص تتمسك بالفرص وتقاتل عليها وتادي بشكل قوي جدا، لا سيما ان في صفقات مهمه جدا جايه النادي الاهلي.
يعني حسب معلوماتنا يعني ان شاء الله خلال الايام القادمه يمكن الاربع بيقولوا ان شاء الله يعني تعلن صفقات مهمه جدا سواء على الضاوي كريستو من اللعيبه المميزه جدا. انا الحقيقه حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان ما لم يتم يعني لكن طبعا يعني لكن ان شاء الله في صفقات مهمه جدا عايزين نتكلم عنها لغايه ما يتم الاعلان الرسمي يعني خاصه ان البعض في الخارج نشر نعم ولكن احنا حتى الان لم يتم الاعلان عن اي حاجه رسمي من النادي الاهلي وبالتالي يعني الاعلام التونسي طبعا يعني بعيد عن الموقف الرسمي للنادي الاهلي يمكن الاعلام التونسي خلاص بيتكلم بشكل رسمي على انتقال كريستو للنادي الاهلي الاعلام التونسي اتكلم زي ما هو عايز مهتمين بشكل كبير كلهم مهتمين اهتمام كبير جدا وكل حاجه ولكن في النهايه نتمنى ان الصفقات دي تكمل ان شاء الله يعني رسميا يعني. حتى الان ما نشوف ايه اللي هيحصل يعني هناك اربع لخمس صفقات مدويه ان شاء الله هيعلن عنها قريبا يعني يا مساعد يا رب بمنظور الصحافه قول ان شاء الله منظور الصحفي ان شاء الله الاستاذ عصام ده بيقول لك احنا ايه الجورنالجيه فقعد يعني ايه اخبار احنا جورنالجيه برضو حضراتكم طبعا اساتذتنا مش قصدي بعد الجول انا بالليل جورنالجي بالليل طيب استاذ عصام كيف يمكن توفير بص السؤال المباشر اهو عشان ما اودكش في حتت كتير كيف يمكن توفير الحمايه للحكام خلال الفتره القادمه ليه؟ أنا بقول كده ليه؟ لأنه السنتين اللي فاتوا خسرنا ببعض الأمور، خسرنا الدوري ببعض الأمور الخاصة، ولكن إحنا بننتقد دائما الحكام، ولكن عمرنا ما انتقدنا أداء، عمرنا ما انتقدنا شخصيات حكام، عمرنا ما تكلمنا عن عائلات حكام، لكن إحنا لما بنيجي ننتقد أنا من حقي إن أنا أنتقد أداء حكم على أي حد يعني. أي شخص أي حد، لكن دائما ننتقد أداء، ولكن كيف يمكن توفير حماية للحكام بحيث إن هو ينزل يستطيع ان هو يؤدي ما هو مطلوب منه من خلال تحقيق العداله لل 18 خد بالك لل 18 فريق. اساله هو ساكت ليه؟ الحقيقه انا ما بقاش قلبي وجعني عشانهم. انت توعد تقول له ايه اللي حصل معاك ده؟ يقول لك لا ما حصلش حاجه يعني الموضوع كده اتلمت والحكم مالوش الا برضه الفرقه واللجنه انا ما اعرفش ايه التفريط ده. انا اختزلها لك اتفضل في حكم دولي كبير ايام اللواء حرب الدهشوري في مباراة اعتقد الزمالك والمقاولين واتضرب مباراة الطوبة تقصد بكنز كنز مقفول وفتح دماغه وكتب وعلم حرب الدهشوري قبل ما ياخد القرار رجع الراجل قال له انا مش عارف هي منين بالظبط وهو حكم دولي قدير اللي هو حرب قال له جملة مهمة انت يا ابني بتهدر دمك بايدك اتكل على الله فانت انت عاوزني احن وقاعد اقول لك لابد ان نحمي احمي مين؟ واحد مش عايز يتحمي انا اعمل له ايه؟ اوكي يعني انا ممكن اعمل له ايه؟ لكن انا بقى ممكن اعمل حاجه ثانيه اطلب مقاييس عادله اطلب زي ما بنتكلم كتير والحمد لله هنا وكل واحد بيحترم نفسه في اي مكان اخر ايضا انك انت تقول لي ايه المعايير بس؟ انا عايز اخسر وانا واخد حقي انا وحش مالكش دعوه اخسر ولا مالكش دعوه بقى مالكش دعوه يا عم انا بجيب له اللي بيتمناه انا عايز الاقي بس ان كل واحد فاتورته جاياله واخد حقه بالظبط الطلبات والمشاريب اللي خدها هو اللي بيحاسب عليها لكن اللي بيحصل ده قولوا بقى يا رب ان شاء الله كده يخش لنا برضو كده حاجات تحديثي فيبقى عندنا اتحاد كوره وعندنا لجنه حكام عارف الكيانات دي لو ظهرت في مصر بقى عندنا لجنه حكام واتحاد كوره هتلاقي الدنيا في حته تانية هتلاقي الحكم اصلا ها لا يمكن ان يصمت تجاه ما يحدث اولا كشخص حكم لانه برضو هي مش موجهه لشخصه لكن لهيبه قضاة الملاعب الحاجه الثانيه ان يكون لجنته كما النقابات يا استاذ محمد ما بتسكتش وتقول انا مش توصلها مش هبعت حكام مش هبعت حكام ومش لاعب لا الا اذا كانت هناك عقوبات رادعه ده بيتقال ولا ده بيشاور عليه ولا احزنونا يا كابتن طيب اخد رايك يا استاذ محمد مهم جدا في هذا الامر ال- 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 علشان يكون عندك تحكيم قوي وتحكيم مميز لابد يا كابتن اسلام يكون عندك حصانه للحكام ايوه حصانه يعني ما حدش يقدر يقرب من الحكام يعني احنا جبنا سيمون مارشينياك اللي ادار نهائي كاس العالم وادار مباراه الاهلي وبيراميدز هل وصل لمرحله الكمال في اداره المباراه لا. لم لا. يصل لمرحله الكمال هل وقع في اخطاء نعم وقع في اخطاء وقع في اخطاء واضحه جدا يعني اخطاء عديده وقع فيها في المباراه لكن كان ليه هيبه في الملعب لانه محمي ومحدش يقدر يقرب منه ومحدش يحتك بيه ومحدش يعترض ومحدش يتكلم صحيح. على الاطلاق يعني عايزين نوصل محمي من مين
ما حدش يبقى يعني انت حكم كمل انت حكم من بره لو حصل معاه حاجه اللجان زي ما قلنا اللي هي نقابته لن تصمت لن تصمت. دلوقتي الحكام يمكن على مدار الايام الاخيره يا كابتن اسلام في ماتش الترسانه والسكه حكم يعني خد علقه يعني رهيبه، ملعب برضه مباراه في قنا فبتشت الحكم لسه مشطوب مدرب النهارده في اتحاد الكوره، مسكوا الحكم المدرب والمساعد بتاعه مسكوا الحكم بتشت تاني فبتشت مسكوا الحكم يعني دو علقه ما مش عارف تقول عليها ايه الماتش. يجب ان يتم الاعلام مثل هذه القرارات بشكل واضح وكبير جدا عشان الناس تعرف بالظبط. انا جاي لك فيها الماتش الزمالك واسوان علقه اللي خدها طاقم التحكيم بعد وراه وهم بيجروا كالفئران، انا اسف جدا في اللفظ وبعتذر عنه يعني اتعافى يعني هي مش لشخصهم يعني اتعرف في ذعر يعني شديد جدا بيهربوا بيهربوا من تحت من جوه الملعب وبتنزل عليهم سيول من الحاجات دي كل ده موجود. طيب انا اقدر احمل الحكم ده ازاي؟ يبقى اتحاد كره قوي ياخد عقوبات قويه مشدده لما يطلع اي مسؤول يتكلم عن التحكيم بشكل غير لائق لابد يكون في وقفه معاه. صحيح. لكن انا لما الحكم بيتهان واجيبه من قفاه ويتشتم ويضرب في الملعب ويتطاول عليه من قنوات تلفزيونيه ويطلع عليه من حاجات كده يبقى انت عمرك ما حد هيحترمه ولا الجمهور هيحترمه ولا حد هيحترمه، فلابد من تفعيل عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه التصدي لهذا الحكم حتى لو الحكم مخطئ. احنا مع الحكم وحمايته مؤكد على فكره انا اسف قبل ما حضرتك تكمل، هذا البرنامج هو اكتر برنامج بينتقد اداء الحكام احنا بننتقد الاداء يعني احنا عندنا مقوله حتى في الصحافه يعني ايه احنا بننتقد يعني المكتوب وليس الكاتب، فاحنا بننتقد الاداء ولا بننتقد الشخصيه؟ عمرنا ما اتعرض للشخصيه حاشا لله على الاطلاق يعني، ودي في النادي الاهلي ككل يعني مبدا وقيمه حتى الاهلي عندها ضبط. لكن اقدر انتقد الحكم اقول اخطا في القرار ده اخطا في القرار ده اخطا في القرار ده، لكن عمر ما حد يتطاول على الحكم وعمر ما حد يعني يدوس على كرامه حكم. في النهايه ده راجل محترم ليه بيت وليه اسره وليه عيله لابد من احترامه، ولو ما احترمناش المنظومه كلها اذا كان المنظومه كلها يعني كابتن اسلام تعرضت للاهانه يعني طب ماذا بقي ليوم يعني فاعتقد لابد من وجود قانون يطبق على الكل، عداله في العقوبات. القرارات اللي بياخدها اتحاد الكوره من ضمن الحاجات دي معذره هطلع لا اتفضل من ضمن القرارات اللي خدها اتحاد الكوره النهارده لن يتم قيد اي لاعب في اي نادي الا اذا سدد المديونات اللي عليه سواء للانديه او لاتحاد الكوره. طب انا عايز اتحاد الكوره وبلاش دوري خارج قناه الاهلي يكون عنده شفافيه ويطلع يعلن يعني لنا المديونيات اللي على كل الانديه اللي في الدوري الممتاز. صحيح، يعني اللي عليه 10 جنيه اللي عليه 10 جنيه 10 مليون بالظبط يطلع يقول لي يعمل جدول النادي ده عليه 80 مليون النادي ده عليه 50 النادي ده عليه 20 وده مش هيتم قيده الا اذا دفع ويورينا اليه الدفع ازاي. يا سيدي يا سيدي ويقول ان هو عامل اوبشن ان في ناس مجدوله مثلا ما لو مجدوله بس خليك عندك شفافيه لكن هو بيعلن ده ولا نعرف ماذا يدور في الباطن الحقيقه يعني كتير جدا ولكن هو مجرد اعلان ان انا بقول انه انا شبه الدنيا انا نعم؟ كانه شبه الدنيا يعني زي شايف اللي بيحصل زي مثلا ما بيقول لك ايه ان الميزانيه اللي وضعها كل نادي في ملف التراخيص بتاعته لا يزيد عنها اي نادي في الصفقات. طب ده بيحصل في مصر يا كابتن اسلام؟ ما بيحصلش يعني كل الانديه بتتجاوز الحدود غير المعقول. انا لما اتكلمت عن اللعب المالي النظيف اللعب المالي النظيف الدنيا قامت لسه ما عادتش يعني كل شويه يقول لك اصل اسلام ساعتها لما اتكلم لا هو مش عارف ايه في نادي طالب من ايمن الرمادي انه يمشي من اسوان ويدوا اسوان فلوس تكفيها انتقالات مش عارف 10 15 ماتش ايه ده؟ والله ايه ده؟ حاجه وفي كده حاجه يعني انتوا بيزنس ولا انتوا بتصرفوا فلوس مش عايزينها ترجع؟ انا اعرف يعني في طمع إيه في من الدياقه ايه ده؟ لا وطريقه انا هدي لك ما هي الازمه كده هناك الراجل حابب يكمل وراجل مستشار العظيم رئيس النادي بيروح والمحافظ بيروح وبيحاول الدعم لكن في الاخر انت بقبل ده بقى اللي قلنا عليها المشروع اللي لازم نسمعه قريبا ازاي الرعاه يعملوا تزاوج اقتصادي مع الانديه الشعبيه عشان ما يبقاش فيه لعب مالي غير نظيف. فانت بتقول للنادي اديك اللي يكفيك 15 ماتش وسيب لي الراجل بتاعك ده كلام يعني. ايه ده يا جماعه يعني بنصح هذا الكلام يا استاذ عطام باذن الله باذن يعني. الله صح عشان ما ورطش يعني محدثي يعني. لكن الحقيقه كان اشرف بكثير من انه يكمل يعني الحوار ونهى الكلام مبكرا يعني الجزء الاهم في موضوع الحكام احنا بنتكلم بقى على وجوب ان يبقى في اتحاد كره ان شاء الله كده قريبا ولجنه مسابقات. طب ايه رايك بقى في الحكام بينهم البعض
ايه رايك في اللقطه اللي كانت في ماتش المنصوره والمجد؟ المجد ها؟ بعد ما يقول له امشي اقف هناك، انت مالك؟ امشي امشي اقف هناك. اي حوار ده؟ اي حوار ده؟ انت تقصد ان اذا لم يدافع الحكام عن نفسهم فلن يدافع عنهم احد؟ باي وسيله انا هدافع عنه؟ يا كابتن ده بيخذلك في الاخر، ده الناقص يطلع لك لسانه ويقول لك انت مالك؟ بيحصل يعني، واحنا بنتكلم كلام غريب او بعيد، بيحصل على مدار الازمنه. فده محتاج هم نفسهم يشعروا بوطئة اللي بيعملوه ده، مش بس على اسرهم وكذا، على صناعه عظيمه. اذا لم يصحوا هم لن يكون لمصر تفوق يا جماعه. كمان يا استاذ عصام، اتحاد الكره في اطار العقوبات والهيبه والحاجات دي، اتحاد الكره وقع عقوبات النهارده بالشطب على 3 اشخاص. صحيح. اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي في نادي الترسانه. ترسانه ووصلتنا معلومات ان الراجل ده بريء ومظلوم، والله اعلم اذا كانت حقيقه ولا لا، بغض النظر يعني. والمدربين بتوع ابو طش، احنا لم نرى شطب احد قبل كده، ولا ايقافه لمده سنه ولا سنتين، ولا منع من مجرد نشاط رياضي لسنوات، لانه ارتكب جرائم. يوجد مدربين في الدوري الممتاز ارتكبوا جرائم ابشع من اللي ارتكبوها الناس دي، ابشع يا استاذ عصام كابتن الاسلام. صحيح. لكن لم ينالوا العقاب الرادع. انت عايز تقول لي ان الراجل بتاع العلاج الطبيعي يعني لما صفوا العقوبات في ماتش الترسانه والسكه طلع هو ده المدان؟ بالله عليك ده كلام؟ هو اتحاد كوره عمل كده؟ يعمل قرار. بس بص يا استاذ محمد، ما تزعلش مني، حتى لو معاك انا ما اعرفش وما اقصدش اي حد في الدنيا، ما فيش دخان من غير نار يعني، اكيد في حاجه حصلت. الحكم اتضرب يخلي الموضوع يصل ان انا اشطب محمد الروسي. انا مش ضد، بس هل ده المتهم الوحيد في واقع الناس كلها طبعاً. شافت 30 واحد بيجروا على الحكام. صراحه كان منظر مؤسف للغايه، وكان يجب، انا كان رايي كان يجب اتخاذ قرارات اشد من كده كمان. انت بتقول لا، انت بتقول لا، انا بقول لك كان يجب اتخاذ قرارات اشد من كده. طالما حصلت ومتشاهده فيديوهات، طب هو في اكتر من الفيديوهات؟ هتقول لي اصل لو الحكم ما حسبش رجل، لا يا عم ما يحسبش، لا ما يحسبش. نفسي اشوف هو الحكم ما حسبش رجل الجزاء، اجي اطلع اضربه؟ لا لا طبعا مفيش. هو ده غريبه جدا، منطق غريب جدا. نفسنا انا اتغلبت 5-0 ولا 6-0 ولا 7 ولا اي حاجه، اي حاجه، اتغلبت نص صفر خالص. يعني نفسنا نشوف القرارات دي في الدوري الممتاز الحقيقه، يعني نامل ان القرارات تطبق على القوي قبل الضعيف. انا مع حضرتك بالظبط كده، من يخطئ يجب ان يتم دينا للصح في الدوري المصري والشفافيه يا كابتن. ما تطلعليش باسم حد، محدش قادر على حكم مباراه امبارح للاهلي وبيراميدز. ليه؟ لانه عنده حمايه، وعنده حمايه، والدنيا عنده حمايه رسميه من رسميه طبعا. عشان طبعا بس ما حدش يفهم طبعا كلمة. وبالضروره ان انت بقى عندك انت ليه بتعلني اسم القوسي او عصام او اسلام؟ يا عم قول لي جرى التحقيق كذا كذا في الواقعه الفلانيه، هو ده عيب؟ هو ده شيء شخصي؟ لازم الناس تعرف الواقعه كانت ايه. طب وبقيه اللي ما شطبوش عقوباتهم كذا كذا، طيب واللي طلع العقوبات نزلت الاسبوع اللي فات يعني. لا انا بقول لحضرتك كمان، واللي طلع شتم واللي تحول للجنه القيم، ايه بقى؟ ايه بقى؟ ولا هنرجع تاني لمقوله الموضوع هدي؟ طيب خلينا نروح لاخر حاجه عايز اسال حضراتكم فيها، وهي برضو موضوع، هو موضوع كبير قوي، رونالدو ووجوده في النصر السعودي. ما اعرفش، مهما كانت الارقام، مهما كانت الارقام مموله، الناس عامله شغل عالي يا كابتن. احكي لنا القصه. الارقام مموله، صندوق التمويل السعودي اشترى حصص ثم اشترى نيوكاسل كاملا، وبرضه عشان الناس تبقى عارفه، عشان اللعب المالي النظيف اللي حضرتك والاستاذ اوسي قلت عليه، الناس لما بتتقدم في انجلترا لشراء بيقعدوا 13 شهر تحت الفحص، والمره دي بقى الفلوس فلوس دوله، يعني مش شخص مثلا قلقانين منه، لكن هي لجان يمر عليها خط سير الاموال اللي داخله انجلترا. ثم بداوا يعملوا مشروعهم ل 2030 وجزء اخر اسمه 2050. عملوا ايه بقى يا كابتن؟ اشتغلوا على ان كره القدم والفن هي دايما بيسموها القوى الناعمه للشعوب. حقيقي. لعبوا المشهد زي ما الامريكان لعبوه لما دخلوا كره القدم وجابوا بيليه، يعني العظيم الملك الجبار اللي لسه الناس كلها زعلانه علشانه، لكن ده حال الدنيا طبعا. وجابوا بيكن باور اللي هو كوزموس ازماتيك ده، حتى الكابتن فاروق جعفر راح ضمن منظومه يبقى عندهم من العرب عشان الجاليات، وراحوا لعيبه افارقه مش فاكر اسماء، كانت اسماء كبيره برضه، منهم واحد اسمه اودو جيامبي نيجيري، وعملوا خلطه حتى قسموا الملعب عشان يبقى فيه اثاره. السعوديه تفعل الان ما تفعله دول لاستغلال حجم ما لديها من مدخرات يا كابتن. المشروع ده مستمر،
واللي مش فاهم لازم يفهم ان رونالدو هيروح وهيعدي حاجز ال 500 يعني مليار مع وجوده سفير للملف السعودي المصري اليوناني ان شاء الله لكاس العالم، بل يفكروا في اضافه نجوم اخرين يا كابتن. عايز اقول لك ده لم يتم الاعلان عنه بالمناسبه لسه كابتن تحت الاعداد، بس وزير السياحه السعودي كان قال لنا المشروع ده في لقاء معاه يعني شفاهه. الجزء الاهم يا كابتن كمان حاجه جميله جدا 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 ان انت وانت بتعمل ده بتعلن ان الاقتصاد، فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم هنا اعتقد وكان القوسي وانا والاستاذ جمال الزهيري والاستاذ سامح الفتاح قلت لك هو في حد بيسال اللعيب ده لما بيجي بتتباع تيشيرتات ولا لا؟ لا محدش بيسال يا كابتن. اتباع ب 2 مليون ريال تيشيرتات قبل وصول رونالدو يا استاذنا للرياض. يعني انا يعني خليني اقول لحضرتك ان انا عندي اصدقاء كتير جدا في السعوديه تحديدا كلنا، فكلمتهم من يومين كان في حد عايز يخش يتفرج على رونالدو، قالوا لي الدنيا قافله، صرفت تصاريح النهارده، التذاكر خلصت النهارده، التدريب عاملينها مش عارف ب 10 ريال ولا ب 20 ريال 15 ريال 15 ريال النهارده، التدريب 30,000 موجودين في التدريب بتذاكر. عمل ايه بقى النصر كمان اللي موجوده؟ عايز اقول جزئيه طلب في موضوع طلب نقل مبارياته لاستاد الملك فهد الدولي ب 100,000 متفرج. انا شايف ان هي بغض النظر عن المبلغ المالي الكبير جدا والمبالغ فيه جدا، لكن خلي المبلغ المالي على جنب، لكن هل سيضيف رونالدو لوجوده في الكره السعوديه عامه ونادي النصر خاصه؟ بعيد عن نادي النصر سيضيف اضافه كبيره جدا طبعا، انظار العالم كلها هتتجه الى الدوري السعودي دلوقتي عشان تتفرج على رونالدو. انا يعني عندي شغف ان اشوف اول مباراه لرونالدو موجوده مع النصر السعودي. هو اعلى واحد فولورز في العالم، اعلى واحد في العالم هو يعني فكلنا دلوقتي كل دلوقتي بيدور النصر هيلعب المباراه اللي جايه امتى والساعه كام وفين عشان الناس تتفرج على رونالدو. كل وكالات الانباء العالميه هتبقى موجوده هناك، كل وسائل الاعلام هتبقى موجوده هناك، كل الفضائيات هتبقى موجوده. مدرب النصر النهارده سالوه لا بيقول لك دخل او من امبارح مش فاكر، لا القاعه كلها مليانه صحفيين بتاع 30 صحفي. قال لهم ايه يا جماعه ده انا متعود على 4-5. قالوا له يعني قال لك يعني ده تاثير رونالدو. يعني انه 30-40 صحفي قاعدين يعني كابتن الناس بتخطط لبلادها. الناس بتخطط لبلادها. حين كان اصدقائنا يا اخي يعني كم ساهمنا في خلق يعني اشياء ضد بلدنا يا اخي، الكوره طبعا مش البلد، كلهم ناس شرفاء وطنيين، لكن لما تعرف ان كانوا بيقعدوا على راي اخواننا السعوديين يتبهللوا يضحكوا يعني عليهم، يقول لك يا عم ده بيصرفوا وشوف بيجيبوا كم محترف. لا ده كانت ضمن مشروع تطويري، بما ان الشاب السعودي مش بتاع ترحال، لا انا هجيب لك 7 محترفين معاك، يعودوك النظام ويعودوك ازاي تبقى تتمرن طول النهار، ويعودوك يعني ايه تطلع الريال بعرقك. انا بقول لك كلام انا شفته بعينيا. لا الناس بتخطط. انا عاصرته. طب الحمد لله. في الملعب. يعني انا بحاول ايه؟ يعني أقول في الملعب بصراحه ناس سنه كام؟ 2003. يا كابتن جابري وفيلينو يا كابتن في سبعينات القرن الماضي يا كابتن جابري وفيلينو الهلال ريفيلينو والكابتن فاروق عفر الزمالك راح يلعب الهلال بيقول لهم انتوا جايين تتفرجوا عليه في الملعب وهو هيرزق يسمعنا ابو احمد صديقي العزيز يعني قال لهم انتوا هنتفرج عليه ولا هنلعب؟ لان مبهورين بريفيلينو يا جماعه. فالناس تمشي خطوات هنا يقول لك يا عم اصل معاهم لا يا حبيبي ده بيستثمروا. وانا بقول لحضرتك الارقام دي بامانه شديده هترجع رعاه وهترجع حاجات كتير. انا متاكد من هذا الكلام، وبالتالي هي خطوه رائعه للمملكه العربيه السعوديه ولنادي النصر النادي العالمي. نشوف بقى ايه اللي هيحصل خلال هذه الفتره. وهو حتى النهارده رئيس النادي هو بيتكلم قال ان هي تجربه مدروسه بشكل جيد جدا، وهنشوف ايه العوائد اللي هتيجي علينا من هذه التجربه اللي نتمناها تجربه ناجحه في المملكه العربيه السعوديه. وان شاء الله نشوف حاجه جيده خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على تواجدك معانا، شكرا جزيلا. على طول كده شكرا. نقول حاجه قبليها انا سهله تاني نقول حاجه قبليها ايه اتفضل قول. عايزين جمهور الاهلي الثقه رجعت للعيبه بسببه. اوكي. واحنا في شهر يعتبروا بقى هو بلغه ايه الشهور الاهله يعني، لكن يعتبروا كرويا شهر مبارك غير انه صعب، ويقول لهم مصدقكم مش بس مستني الاضافات. امبارح الثقه عادت للاعب الاهلي صحيح. كما لم تكن على مدار موسمين سابقين يا كابتن. حقيقي
انا معاك في هذا الامر نرجوهم يعني. انا عايز اختم بحاجه النهارده، يمكن في حدث مهم جدا خاص بالنادي الاهلي، وهو موافقه وزاره الشباب والرياضه على ترخيص شركه اهلي للمنشات الرياضيه. أوكي. ده قرار مهم جدا لازم نسلط عليه الضوء، لانه مرتبط باستاد النادي الاهلي. حقيقي. هي الشركه دي اللي هتبدا في وضع اساسيات استاد النادي الاهلي، فده قرار مهم جدا الاهلي كان بيدور عليه الحقيقه، وكان متعسر في الفتره الاخيره. فتهانينا للنادي الاهلي بالحصول على ترخيص شركه الاهلي للمنشات الرياضيه اللي هتبدا فورا في موضوع استاد النادي الاهلي، وده الحلم الكبير للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اعتقد خطوه مهمه جدا ومحترمه جدا. النادي الاهلي دائما ما يكون سباق في مثل هذه الخطوات، ودائما الحقيقه صحيح. الدوله بتقف مع النادي الاهلي في مثل هذه الامور صحيح. وده واضح الحقيقه من خلال وزاره الشباب والرياضه. فان شاء الله نتمنى ان يتم تحقيق الحلم. وانا الحقيقه طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون متحفظين شويه لحين الاعلان رسميا عن كل هذه الامور، عشان نقدر نحكي لحضراتكم ايه اللي حصل في مثل هذه الامور. بيكون عندنا اسرار كتيره جدا، ولكن عايزة تتحول رسميا، يجب ان يتم الاعلان عنها رسميا الاول، عشان نقدر بقى نطلع ونتكلم مع حضراتكم في الاسرار وايه اللي حصل. والحقيقه هي ملحمه كبيره جدا، مش في موضوع المنشآت الرياضيه بس، ولكن في شركه المنشآت الرياضيه فقط، ولكن في حاجات كتيره جدا جدا هتبان لحضراتكم تباعا خلال الفتره الجايه. زي ما قلت لحضراتكم مثلا اللي بيحصل في مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده، سواء جوه النادي او بره النادي، بالتعاون مع مين؟ هو بالتعاون مع الدوله ممثله في الجهاز القاهرة الجديدة، رئيس جهاز القاهرة الجديدة الحقيقة، اللي بيساعد وبشكل كبير جدا جدا النادي الأهلي على الظهور بالمظهر اللائق الدائم والمظهر الكبير العالمي الحقيقة اللي احنا شايفينه من خلال المقرات النادي الأهلي المختلفة، وآخرهم الحقيقة مقر القاهرة الجديدة. وبالتالي الكل بيتعاون لشيء واحد فقط، وهو مصلحة البلد ومصلحة النادي الأهلي. قدم من الملف ده يا كابتن ملف اهل مدينه نصر، وكيف تم اعمار منطقه بسرعه اكتر، مش بنقول انه يعني لا، بسرعه اكبر، وحصل فيها ارباح اقتصاديه حقيقي. كبيره جدا، مجرد وضع حجر اساس اهل مدينه نصر حقيقي. وده اللي احنا منتظرينه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، من خلال ايضا وجود النادي الاهلي في مقره الخامس اللي هو مقر النادي الاهلي في القاهره. الاهلي في حيف دايما دايما هيظل النادي الاهلي دايما، زي ما قلت حضرتك يا استاذ محمد، هو السباق في كل شيء. انا بشكركم جدا جدا، ودايما بنستمتع بوجودكم معانا استاذ عصام. شكرا استاذ محمد، شكرا جزيلا لحضراتكم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.